السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم سيدتي عبر الأوتان الخليجية. أحييكم وأرحب بزميلاتي من جدة جيهان وخلود وسنرافقكم طبعا هذا المساء عبر الأوتان الخليجية لمدة ساعتين. مساء الخير جيهان وخلود. مساء الخير ميسا، مساء الخير لمشاهدينا الكرام، حياكم الله ونرحب بكم من خلال شاشة روتانا خليجية. طبعا مشاهدينا الكرام لدينا العديد والعديد من الأخبار والفقرات المتنوعة في هذا اليوم، لكن اسمحوا لي أن أمسي على زميلتي جيهان وأرى ماذا لديها. مساء الخير يا جيهان. مساء الخير خلود، مساء الخير ميسا، مساء الخير مشاهدينا مشاهدي روتانا خليجية. حلقتنا الجديدة اليوم من برنامج سيدتي حنتكلم عن موضوع مثير شوية، هو عن الإدمان، إدمان الإنترنت. إدمان الإنترنت قد يؤدي إلى مرض عقلي. نعم يؤدي إلى مرض عقلي. موضوع مثير حيفتح لنا أسئلة كثيرة وإلى جانب مواضيع أخرى حنناقشها اليوم، بس بعد ما نرجع لميسا. ميسا إيش عندك اليوم؟ نعم جيهان، عندي موضوع مو بعيد كثير عن موضوعكم الانترنت والتكنولوجيا الحديثة. سيكون لدي موضوع يثير أو حول تأثير هذا التطور الهائل على العلاقة بين الجيل السابق والجيل الحالي، إضافة مشاهدينا إلى مواضيع أخرى نتعرف عليها بهذه اللمحة السريعة. سيدتي اليوم من جدة، هل تخبرين صديقتك أن عين زوجها زائغة؟ من الرياض، لعب الأطفال الإلكترونية فوائد وأخطار على سلوك الأطفال ونموهم. من الإمارات، أول مدرسة لتعليم فن الطبخ ولكن للخادمات. من الأردن، نجوم العالم العربي أمام عدسات الكاميرات في حفل تايكي بأفضل أعمال عام 2012. ستاند باي على ايه يا جماعه؟ نعم مشاهدينا، شاهدنا العناوين ونبتدئ في اولى فقراتنا لهذا اليوم. كما تحدثنا اليوم موضوع حلقتنا عن التكنولوجيا واثارها الايجابيه والسلبيه، لكن دعونا قبل ذلك مشاهدينا الكرام ننتقل الى هذا التقرير ثم نعود. عشر مليون ساعة يومياً هي عدد الساعات الإجمالية التي يقضيها السعوديون على اليوتيوب ومحرك البحث جوجل، رقم دق ناقوس الخطر وفتح الباب على مصرعيه عن النتائج التي قد تظهر على الشباب السعودي، خاصة وأن 38% منهم يستخدمون الكمبيوتر لمدة 5 ساعات يوميا لتصفح الإنترنت، فيما يقوم 62% من تصفح الإنترنت عبر الجوال. هذه الأرقام تناولتها الصحف السعودية والعربية نقلا عن دراسة أجراها قائد فريق مبرمجي جوجل التطوعي في السعودية الباحث طاهر البلوي، الذي أشار إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت بالسعودية أكثر من 11.8 مليون مستخدم. هذه الدراسة قابلتها دراسة أخرى قامت بها شركة إنتل مستطلعة عينة من المجتمع السعودي، بينت من خلالها أن 88% من السعوديين لديهم معرفة وقدرة في التعامل مع الإنترنت، ومشيرة إلى أن مستخدمي الحواسب في السعودية يتطوقون لاقتناء كل ما هو جديد في عالم الحوسبة، حيث أن هذا العالم بات جزءاً لا يتجزأ من حياتهم اليومية. وأمام هذه الأرقام دراسة أخرى أكدت دخول السعوديين أكثر من 90 مليون مرة يومياً على اليوتيوب، وسط حديث عن إطلاق أكثر من 20 برنامج سعودي على قناة يوتيوب شاهدها خلال 10 أشهر، أكثر من 126 مليون مشاهد، ولعل أشهرها برنامج إيش اللي؟ الصفحة الأولى يا قلبي. إذا مشاهدينا عودة بعد الفاصل لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع الذي يشغل بال الجميع وهو إدمان الإنترنت والتكنولوجيا، ونتحدث عن مساوئه وسلبياته ونتعرف عنه بشكل واسع أكثر.
نعم، الموضوع اليوم مثير جدا، وأنا أرحب بضيفتنا اللي حتعرفنا أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك. معنا استشاري أو مساعد في طب المخ والأعصاب الدكتورة رميز اليافعي. مساء الخير. أهلا، حياك الله. أهلا وسهلا. إن شاء الله قلت رميزة، إن شاء الله قلت الاسم معلش سامحيني. طب إحنا بنتكلم في ده الموضوع اللي هو يعتبر يعني شاغل بال الجميع، اللي هو إدمان الإنترنت والدخول إلى عالم الإنترنت بهذا الشكل. حدثينا أكثر، إيش تعليقك على موضوع كلمة إدمان إنترنت؟ يعني ما أنت شايفاها يعني مبالغ فيها ولا هي فعلا إدمان؟ هي مساء النور يا خلود. مساء النور جيهان. شوفي، بالنسبة لكلمة إدمان، الدماغ يفسرها بشكل أنه زيادة يعني الرغبة في أنه أنت تبي هذا الشيء مرة واثنين وثلاثة. كيف؟ يعني مثلا أنت دحين تتكلم عن إنترنت أو تكنولوجيا عموما، تلاقيني أبغى هذا التكنولوجيا أو هذا الجهاز أبغى أستخدمه مرة واثنين وثلاثة، وبأحس بأنه بمتعة شديدة وأنا كمان بستخدمه، ما وأحس أنه بس أنه يروح مني أحس بعصبية وأشياء. فكذا أنت بتعرفي هذا الإدمان من ناحية الكلينيكية. بس الدماغ كيف بيفسرها؟ بتزيد نسبة هرمون الدوبامين داخل خلايا الدماغ كاملة. ومن وقتها هذه نفس المادة اللي بتزيد للهم المدخنين أول ما بيبدأوا يعني يستمروا على التدخين، وفي نفس الوقت بتزيد في اللي بيتعاطوا الأدوية سواء المخدرة أو الأدوية الأخرى. فبهذا النوع من الهرمون بتزيد نشاط خلايا الدماغ وبتحسك أنه بس ينقطع مني ده الشيء، لا أنا أحتاج أبغاه مرة واثنين ثلاثة. إدمان الإنترنت أو إدمان التكنولوجيا دحين صار واحدة من تعتبر يعني حيحطوها ضمن لستة الأمراض العقلية أو اللي هي المينتال هيلس بروبلمز. طيب طبعا سببها هذا الشيء معروف من عام 2000. من 2000 بدأوا، بس مش نفس الناس هم المدمنين هم اللي بيروحوا للمعالجين النفسيين. كانوا أهلهم وذويهم بيبدأوا يحددون، والله شخصية ابني تغيرت، شخصية جوزي تغيرت، إيش المشكلة؟ ماني عارفة إيش هذا كله من الأجهزة اللي هو صار مدمن عليها. بالتالي كانوا بيروحوا لمعالجين نفسيين، وكانت يعني عمل خجول بينهم بس يكتبوها على شكل مقالات أو يظهروها في المسلسلات بشكل أو بآخر. طب هل هو يعني مدمنين الإنترنت أو التكنولوجيا الأعراض اللي بتظهر عليهم يعني أو الحالات اللي بتظهر عليهم هل هي نفس الحالات اللي بتظهر على أي مدمن آخر كمدمن مثلاً الكحول أو مدمن المخدرات؟ شوفي جيهان، بالنسبة للمواد الكيميائية داخل خلايا الدماغ تقريباً نفس الشيء زي ما بقول لك، اللي هو هرمون الدوبامين. لكن بالنسبة طبعاً للأعراض بتختلف طبعاً. أكيد، ولكن الأشياء الأهم فيها هو حكاية إنه كيف أنا أسير، ما أقدر يعني بتتأثر حياتي اليومية. يعني في ناس بيفضلوا انهم يقعدوا على الجهاز او يجاوبوا على تشاتنج اللي هم فيه على انهم يروحوا ياكلوا وجبه الغداء ووجبه العشاء. معقول؟ مزبوط. وفي ناس كمان، بس وهذه بنلاحظها احيانا حتى في الويك اند، يعني ممكن، بس قصدي الاعراض اللي بتظهر عليهم يعني مثلا عصبيه بيفضلوا. ايوه، هذه العصبيه بتبدا تيجي جهان بس انه ينسحب منهم ده الشيء، او انه ما يقدروا يوصلوا. مثلا انت في مكان ما في له شبكه انترنت، فما انت قادره تتواصلي بالشيء اللي انت اوريدي كنت متعوده عليه، فتبدا تظهر عليك اعراض النيرفسنس، العصبيه، انه لا انا يعني ابغى هذا الشيء في الوقت الفلاني. عرفتي؟ هذه تعتبر اعراض ادمانيه. لكن كيف نقننها؟ الشخص هو نفسه يعني بالنسبه للاراده، يعني بالضبط بالاراده. وبالنسبه للكبار عنده القدره انه بس يتفهم هذا الموضوع، يقدر يعني يعمل قوانين لنفسه خلال اليوم، او احيانا بيقول لي خلال الاسبوع، يعني مثلا خلال اليوم انه والله خلاص بعد الساعه 9 المساء خلاص انا نو مور تكنولوجي. خلاص احاول اني اوقف. انا معلي في يعني في سؤال خطر على بالي، هي حكايه انه طيب اذا انا هذا التعود بيرجع لعوامل معينه على الانترنت، بيرجع لعوامل معينه، ممكن يكون الفراغ بيخلي التعود على الانترنت اقوى واكبر واكثر، التعود على التكنولوجيا او الانترنت. بس مش ممكن انه اذا شغل الانسان نفسه بحاجه ثانيه ممكن الادمان ده يفك؟ طبعا هذه واحده من اللي هي نسميها موداليتيز، انه انت تبداي تقللي اذا كان انت شفتي في نفسك انه عندك انت اعراض الانسحابيه بس انه تنقطع منك هذه الانواع من التكنولوجيا. شوفي انا هنا هدفي، انا مو ضد التكنولوجيا ولا ضد انه الواحد اصلا صارت شيء اساسي في حياتنا، لكن ضد انه الواحد ينشغل فيها طيب وتصير هي المركز الاول في حياته عن انه يعني. وكيف ممكن يوصل هذا الادمان للدماغ دكتور؟ يوصل للدماغ هو بالممارسة، يعني إذا أنا بمارس هذا الشيء كل يوم دماغي بيفسره على أنه شكل إدمان. لكن إحنا طبعا هدفنا جيهان وخلود الجيل الناشئ،
الأطفال. صحيح. إحنا خلاص ككبار عندنا القدرة إن إحنا نسنن ونعمل قوانين. صحيح. وخلاص نتحكم. صحيح. فيها عرفتي. صحيح. وأريدي أنت أخذتي كل القدرات الدماغية من وأنت صغيرة. يعني عندك الأيام أنا مثلاً أول يعني قبل تقريباً خلينا نقول 20 سنة لورا كان أنت عندك القدرات اللي هي اللغوية، عندنا اللي هي التواصل البشري عارفة. نعم. التواصل بين بالأشخاص، القدرة على قراءة الملامح. هذا الشيء في الجيل الجديد ما عندهم، بيدخلوا في عالمهم الوهمي، العالم الصغير، عالم التكنولوجيا، وبيبنوا على أساس الشخصيات اللي هم فيها. نعم. وبالتالي بتأثر عليهم بس إنهم يكبروا. ناهيك عن تأثيرها على الذاكرة. تمام. بتأثر. أيوة. على الذاكرة بشكل سلبي. أيوة. جدا، لأنها بتنشط التكنولوجيا، بتنشط بس الذاكرة قصيرة المدى، بتحس نفسك أنت نشيطة وأنا. نعم. قادرة أتذكر كل الأشياء فقط لمدة معينة 5-6-8 ساعات. بس بعد كده لا، هتبدأ الذاكرة طويلة. سمعنا كمان عن دراسة أظهرت إنه في كمان آثار أخرى سلبية غير العصبية، وغير إنه مثلا يكون الواحد مش مرتاح قاعد، في أشياء كمان بتفقد الخلايا العصبية، بتخلي الروابط اللي في خلايا المخ شوية تالفة، يمكن الحركة، الانفعالات، حتى انفعالات الوجه، الجسد. هل هذا صحيح؟ شوفي جيهان، هنا لما نيجي نتكلم عن التأقلم، هنا أنت بتتكلمي عليه، أنت بتتكلمي بالضبط عن تأقلمك أنت كبشر أو كشخص مع جهاز جديد أو تكنولوجيا جديدة أو أي شيء جديد في حياتك. كيف تتأقلم عليها؟ بتبدأ تتكون خلايا عصبية جديدة، ويحصل بينهم الوصلات العصبية بشكل كبير. نعم. وبكده أنت تقدر تتعودي على الجهاز الجديد مثلا أو تكنولوجيا جديدة أنت يعني عليها. نعم. اللي بيحصل في استخدامنا لنوع من أنواع التكنولوجيا إيش ما كانت، سواء إنترنت أو أجهزة مثلا آيفون وتابلت وكده، اللي بيحصل فيها أنه أنا بجهز بس جزء معين من دماغي وبهمش الأجزاء الباقية. أيوة. أنت كده بتشتغلي بس عن الناصية أو اللي هي الفرونتال لوب، هي هذه الوحيدة اللي بتشتغل، مسؤولة. أيوة. عن الذاكرة، مسؤولة عن الفيجوال، فبيكون عندك الفيجوال يعني بنشط الميموري. جانب وبهمل جانب، بتهمشي جوانب. نعم. مرة كتير. نعم. سبحان الله. اللي هي جوانب الحساب، جوانب النافيجيشن، قدرتي على معرفة الأماكن. الله. كلها دي بتتهمش. طيب والذاكرة طويلة المدى، كلها دي بتتهمش وبيبقى عندك جزء واحد بس اللي بيأثر حتى على حركاتي وعلى الفيشل اكسبريشن كمان، وبيعمل للدماغ يدخله تحت ستريس هو مو متعود عليه. يعني دماغنا ما تنشأ كده، دماغنا تنشأ انه كله بيشتغل بشكل بالانس. المشكلة فيه انه لا، بيصير بس الناصية اللي بتشتغل بيحس الجسم انه والله في ستريس، فيبقى يساعد الدماغ يقوم يزود هرمون الكورتيزون. نعم. دكتور رميزة، احنا يعني في موضوع برضه حكايه تكلمت عليها، حكايه اللي هي الاطفال والمراهقين، هذه برضه يعني نقطه جدا حساسه، لانه احنا دحين في جيل بيطلع. صح. في جيل بيطلع على اساس اشياء بيستقيها بيشربها من الانترنت والى اخره. طيب دور الاهالي في ذا الموضوع كيف ممكن انه يخلوا الطفل ده مش مدمن انترنت؟ صحيح. مش صحيح. انه هو يكون انسان يعني اغلب وقته جالس أمام هذا الجهاز اللي هو معتبره صديقه. صحيح. مرافق له، يعني أخلص صديق وسيلة للتعلم. لا، وخلوص صراحة الأمهات ساعات تبغى عشان يعني ترتاح شوية من. صحيح. أولادها فيخلوهم. أيوة. يا سلام عليك. يعني هذه نقطة مرة مهمة. أيوة. ودائما بنوجهها لكل أمهات. المشكلة كمان أنه صارت حتى المناهج الدراسية. أنا ما أخليها مشكلة، ولكن. أيوة. هي سلاح ذو حدين. صحيح. يعني صارت حتى المناهج الدراسية الصور والأشياء فيها بتكون أفضل بس تكون على. صحيح. أجهزة بيفهموها. صحيح. أسرع. إحنا كيف نقنن هذا الشيء كعائلة داخل. نعم. البيت؟ زي ما قلنا في الأول إنه مثلاً نحدد وقت خلال اليوم إنه بعد الساعة 9 بعد الساعة 11 خلاص ما في مور تكنولوجي. هذه واحد. هذا على مدى الأيام. على مدى الأسبوع إنه مثلاً نخلي يوم الخميس فلنفرض، ولا يوم الربوع عشان بلاش نقول الجمعة. أيوة. يوم الخميس أو الربوع إنه خلاص هذا اليوم ما في أي تكنولوجيا، اليوم نخرج مع بعض، نروح نعمل أي حاجة. أيوة. نجمع الأطفال، نعمل. أيوة. عزومة في البيت للأطفال، عرفتي. تحاول تسوي لهم زي ما تفضلتي نشاطات أخرى بحيث إنه نشغلهم عن الفيديو جيمز والأشياء هذه. بكده إنه نحاول يعني نقنن، وكمان أهم شيء التواصل مع العائلة. يعني خلي يعني بطريقة تكون أنا اللي بأفهمه. الأسلوب، هل كيف يكون الأسلوب توصيل اللي يكون هي ما يكون بطريقة الحرمان مباشرة. أيوة. ما يكون بطريقة الحرمان والمنع. بطريقة دبلوماسية بحيث أنه ما يحس الطفل أنه والله هو تمنع منه هذا الجهاز، ولكن يحس أنه روتين خلاص، أنه مثلا في الويكند أنا مو لازم أستخدم الجهاز. ماما دكتورة حضرتك دوبك لفتي نظرنا. إلى شيء دحين الدراسة صارت أمتع بوجود الانترنت والتكنولوجيا. صحيح. واحنا شفنا، يمكن كلنا شفنا حلقه احمد الشقيري وهو بيورينا في الصين انه صاروا الناس والطلاب ما صاروا. صح. بيطلعوا بكتب،
صار بيطلع باللابتوبس حقتهم. وحتى دحين صدر قرار قريبا في دبي كمان انه منع الكتب وتجهيز لكل حتى في المدارس الحكوميه لابتوب لكل طالب. ف يعني كيف دحين حنسيطر على الوضع يعني هنا بتبدا دور الاهل حيكون اكبر بكثير من دور المدرسه. أيوه. هي الفكره فيها حتكون امتع للطالب انه يروح ويلاقي انه والله امور التكنولوجيا كلها حواليه. طيب واسهل له، لكن حتقلل الوقت الدراسي مثلا، بدل ما كانوا يرجعوا الساعه 2 3 ممكن يرجعوا الساعه 12 البيت. في الوقت هذا العائله هذيك الساعه حتبدا تستلم طيب، وتحاول انها تقلل الدوز او الجرعه الكبيره اللي اخذها من التكنولوجيا داخل المدرسه في البيت مثلا، بدل ما انه الامور الحسابيه كانت كلها يعني باللمس او بالتاب وكذا، لا نبدا يمسك القلم ويكتب، بدل ما كانت القراءه يمسك. طيب الفرق مره مهم خلود، لانه داخل الدماغ لما انا اجي امسك الكتاب واقراه غير لما امسك القلم واكتب المعلومه، غير دائما يقول لك علمني طيب، انه علمني انه سمعني الكلمه ووريني اياها وخليني اكتبها. شغلتي ثلاثه اجزاء من الدماغ عشان تنحفظ المعلومه 100% في الذاكره طويله المدى اللي بنستخدمها بس الفيجوال ميموري، الذاكره البصريه فقط باستخدامك للاجهزه التكنولوجيا. فقط الذاكره البصريه، فانت همشتي جزئين مهمين وبالتالي اكيد ما حيطلع الحفظ. بس دكتوره ما تحسي انه دحين يعني بعد ما يروح المدرسه ويكون في قمه يعني عالم التكنولوجيا، اجي اقول له افتح كتاب ولا اكتب المعلومه بيدك، حيقول لي حيقول لي يا ماما ما احنا في القرن ال21. والله شوفي مو هذا هو احنا هو شوفي انا قلت لك من عام 2000 صح، دحين احنا داخلين على 2013. شوفي الجيل اللي نشأ، يعني لو هذاك اتولد في ذاك الوقت ودحين عمره 13 سنة بتتكلمي مع أجيال جدا هتصير مختلفة. صحيح. هي ظاهرة طيب، احنا نحاول انه قد ما نقدر يعني نقننها ونسيطر على الموضوع، ولكن ما حيكون الشيء 100%. صحيح. لكن الوعي متى ما انتشر اكيد ان شاء الله حيكون في شيء. صحيح. ايجابي. طب كيف ممكن يعني ننشر الوعي، نتكلم شوي على حتة الوعي لدى الأهالي؟ يمكن الأهالي دكتورة ما عندهم حكاية أنه الوعي كيف ممكن يقنن الحكاية دي لدى الأبناء، رغم أنه في اختلاف الآراء، في ناس يشوفوها يعني مفيدة أكثر. صح. وفيها نشاط ذهني أكثر. صح. لكن إحنا نبغى نوجه كيف ممكن يكون في توجيه للأهالي للأسر، يكون في وعي لدى أنه ممكن هذا الشيء أوكي يمكن بينشط الـ مثل ما تفضلت حكاية أنه التنشيط المؤقت الذهني المؤقت. فكيف ممكن يكون في وعي للأهالي؟ شوفي هو جلستنا هذه ونقاشنا ذا الموضوع هذه واحدة من يعني أساليب التوعية اللي حنقولها. طيب بس الشيء الأهم أنه نعرف وظائف، متى ما استوعبوا الناس أنه وظائف الدماغ ما هي بس فقط يعني مجرد اني احفظ، خصوصا فتره الطفوله، فتره الطفوله دائما انه المدرسه والاهل انه انا لازم احفظ المنهج الفلاني عشان لازم انجح وانتقل للي بعده، عرفتي؟ واذا ما نجحت وجبت الدرجات العاليه ما حدخل المستوى اللي انا ابغاه. اسالك على الفرق بين الجيل القديم والجيل الجديد بالنشاط الذهني؟ شوفي هذا الشيء ما في دراسه صراحه معينه عشان اقدر اقول لك ارقام واقول لك اشياء. لا مش ارقام، خلينا نتكلم بطريقه مبسطه. لكن بطريقه مبسطه يمكن الجيل السابق عنده قدره كبيره، مثلا لو تشوفي والدك او شيء ما شاء الله يعني لو تدي له امور حسابيه يحسبها ممكن يجيب لك اياها بدون ما. لا ما شاء الله وانت لسه على ارقام رقمين ثلاثه لا احوس وارجع بالحاسبة يتذكر قصه صارت مع مين وفين وبالتاريخ وبالساعه. صح. واحنا تلاقينا احنا يعني الجيل نعتبر نفسنا ما احنا من حقون التكنولوجيا اللي مرة أليمة. صحيح. لكن إلى أنه لا بنلاقي نفسنا لا بننسى وعرفتي، وهذا الشيء شوفي إحنا لأنه حتى في حياتنا اليومية دحين صحيح إحنا كبرنا بعد الجيل حقة التكنولوجيا، بس يعني كيف إنه إحنا نقدر نفرق بين الجيلين ما عندي شيء معين، بس أنت تلاحظيه من خلال اللي يعني ممارستنا مع ذاكرة دائمة وذاكرة مؤقتة. صحيح. طب هل كذا باختصار يعني. أنا حاسة كمان يعني أنا دائما لما كنت أسأل الوالد هذا السؤال يقول لي كمان على فرق التغذية اللي بنتغذاها كمان، يقول احنا ما عندنا كان الفاست فود العامل الغذائي، عاد فتحنا موضوع ثاني. ايوه لأنه فعلا الحين كل ان شاء الله اكيد حنستضيفك في الحلقة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب احنا استمتعنا معاكي جدا دكتوره. شكرا. والله ما تتخيلي قد ايه نفسي اتكلم اكثر وعندي مواضيع مره اكثر، بس اكيد حتكوني معانا ضيفتنا دائمه ان شاء الله. شكرا. شكرا لك. حنعود الان الى ميسا من الامارات. ميسا سمعتي موضوعنا، انت ايش رايك في موضوعنا، ايش رايك في هذه الدراسه وكيفك انت مع الانترنت؟ قبل ما اقول لك كيف مع الانترنت جيهان، يعني الموضوع فعلا ما هو بسيط، لانه حسب التقرير اللي عرض في اول الفقره
كان صحيح. بيوضح انه في 12 مليون ساعة يوميا بيستخدموها السعوديين في السعودية على الانترنت، وانه تقريبا عدد المستخدمين هم 11.8 مليون في السعودية، فهذا العدد ما هو بسيط. اذا كان فعلا الانترنت راح يأثر على المخ فهذه كارثة راح لازم ننتبه لها. اما انا استخدامي فما اقدر اكذب، يعني انا فعلا استخدم الانترنت بطريقة حتى الان مشغل الانترنت وانا جالسة على الهواء. طب انا سؤال يا ميسا، هو عندك وقت او عندنا وقت نستخدم الانترنت؟ يعني زي دحين مثلا انا جالسه على الهواء لازم معي الانترنت شغال، وانا على الطريق لازم الانترنت شغال. ما اعرف فعليا احنا الكبار صرنا عندنا ادمان للسوشيال ميديا والمواقع التواصل الاجتماعي تماما زي ما بنتكلم على الاطفال واليوتيوب والامور هذه. هذا الحق لازم نقوله. صحيح. يعطيكم العافيه بنات، اهم شيء. يعطيكم العافيه وشكرا لضيفتكم، كان حديثه فعلا شيق ومفيد. يعطيكم العافيه. إذن مشاهدينا، يعني يبدو أن الإنترنت مو بس يأثر على خلايا المخ، كمان له تأثيرات على العلاقة بين الأجيال. التفاصيل مشاهدينا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. زمان قالوا أنه أكثر طريق لقلب الرجال هو معدته، اليوم صار الموضوع شوي مختلف، وما أعتقد أنه لسه النساء بيفكروا بنفس هذه الطريقة، لكن برضو المرأة مصرة تواصل وتدور على الطريقة الأسهل لخطف قلب زوجها. بعض النساء بدهائهم وذكائهم مع انشغالهم في العمل، طبعا البعض يعتقد أنه مع انشغال بالعمل هم بطلوا يطبخوا فعلا في المنازل، لكن البعض فعلا أو الغالبية تقول أنه فعلا وقفوا طبخ في المنازل. فبذكاء ودهاء المرأة اتحولت إلى فكرة جديدة، وهي تعليم الخادمات فن الطبخ. خلينا نتابع هذا التقرير. حبي للهواية هاي هو اللي خلاني أفكر إني أنا أعمل هذا المشروع. تأسيس مركز لتعليم الطبخ الدولي راود الإماراتية شم المزروعي منذ 5 سنوات، ولكنه لم يقف عند حدود التمني بل تحول إلى حقيقة، حيث قامت شم بتأسيس أول مركز لتعليم فن وإعداد الأطباق العربية والمحلية متوجهة إلى ربات البيوت وحتى الخادمات. يجون يدرسون عندنا يعني الطبخ، استغربت من هذا، ولاحظت أن معظم الجنسيات يعني الجنسيات الأسيوية الأجنبية في إقبال أكثر، يعني ربات المنازل بالذات الأمهات كثير يعني متعاونين معاي وفرحانين، ويعني عندهم إقبال وايد ويشكرون، يعني إن إحنا يشكروني دائما على الفكرة هاي. ولاحظت كيف الناس يعني سبحان الله يدخلون علي يعني يهنوني على الفكرة، هم اللي عجبتنهم الفكرة اللي كانوا محتاجين لها فعلا. يعني على سطح مجتمعنا نسبة ملفتة لعدد من السيدات التي لا يزلن يجهلن أصول الطهى وإتقانه، ولأن الطريق إلى قلب الرجل معدته، فقد ارتأت العديد من ربات البيوت استغلال كافة الطرق للسيطرة على قلبه بطريقة ذكية. والله مركز الطبخ الدولي هذه فكرة بدت معايا من 6 سنوات تقريبا، بديت أدرس مشروع أني أعمل حاجة تنفع بنات بلدنا وبنات المجتمع هني، نقدم فكرة جديدة الخادمة نعلمها كل شيء، حتى التحكم في كمية الدهون. يعني أنا تقبلت شكاوي كثير، يعني ناس ربات بيوت يعني إن الخادم مثلا ما يتحكم في الأويل، مثلا ما يتحكم في البهارات، ما يتحكم، فعلمناهم عطيناهم يعني كلاسات خاصة كيف يتحكم في كيف يكون الغذاء صحي. تهدف هذه الدورة التدريبية المدروسة في المقام الأول إلى تحسين أداء الخادمات وإضافة اللمسات الراقية لإعداد مائدة مميزة لربات البيت وإعداد الطعام لمساعدة خادمات المنازل في إيجاده وإتقان الطعام. والله أنا أتمنى أن البنات كلهم نصيحة لهم يعني أنهم يقبلون، لأن المطبخ هو أساس الأسرة السعيدة،
فأنا أتمنى أن البنات والأمهات يقبلون ويتعلمون، لأن هذا أساس البنت، يعني لازم البنت تتأسس وتعرف المطبخ. الطبخ حاجة هواية فعلاً جميلة للنساء وللرجال، مو بس للنساء. ودائماً أنصح اللي حولي دائماً أنه لازم الواحد على الأقل يعرف يأكل نفسه، هذه حاجة ما فيها عيب يعني. عموماً مشاهدينا ما راح نروح بعيد عن موضوع الطبخ، ولكن هذه المرة الطبخ الصحي وفقرة أسبوعية راح تتابعوها معنا مشاهدينا كل جمعة عبر برنامج سيدتي. وقفتنا هذا الأسبوع ستكون مع كيفية تحضير 3 أطباق لا تتعدى فيهم السعرات الحرارية 650 كالوري. نتابع. الجولة التي نأخذكم فيها اليوم هي خطوة نحو الصحة، تدخل فيها كاميرا سيدتي للمطبخ، ليس بحثاً عن أشهى الوجبات فقط، بل لاختيار الأطباق الصحية منها، تلك التي تحمينا من السعرات الزائدة دون أن تحرمنا مذاق الأكل الجميل. الغذاء المتكامل لازم يحتوي على كربوهيدرات ودهون وبروتينات وأملاح معدنية وفيتامينات، هذه الأشياء كلها الخمسة موجودة في غذائنا اللي إحنا رح نقدمه ب 700 كالوري أو ب 700 سعر حراري. هدف البرنامج اليوم نتكلم عن وجبة فيها 3 أصناف، يعني نتكلم على وجبة صحية تتكون من وجبة سلطة اللي هي كمقبلات للوجبة الأساسية، ونتكلم على وجبة فيها شوربة حتى أن الواحد يعني يبدأ فيها بعد ما ينتهي من السلطة، وبعد كده عندنا الطبق الأساسي. الخطوة الأولى اللي هنبدأ فيها تجهيز وجبة البازاليا باللحم. طبعاً إحنا نوعية اللحمة كمان إحنا حابين إنه نتكلم على لحمة تكون خالية بقدر المستطاع من الدهون. وجبة البازلاء باللحم يتم وضع ملعقة واحدة من الزيت النباتي، يتم توزيعها بشكل جيد على المقلاة، ثم يوضع البصل، ثم فصين من الثوم، ملعقة واحدة من الكمون وأخرى من الفلفل الأسود، ثم لاحقاً توضع مكعبات الطماطم المقطعة. يقلب الخليط جيداً ثم ينقل إلى وعاء أكبر، ويضاف إليه قليلاً من الصلصة مع كمية مناسبة من الماء، ثم يضاف اللحم بقطع صغيرة نسبياً. طبعاً الآن إحنا بدل ما اللحم أخذ شوية نضج متوسط، نحط الخضروات اللي هي تحتاج بقية السوى. عندنا الجزر من المكونات، إحنا ماشيين هنا في المكونات تبعنا نستخدم حبتين متوسطة، ونستخدم كمية 300 جرام بازيليا فريش ما هي معلبة. أوكي؟ يهمنا زي ما قلنا تجانس الألوان، البازيليا طبعاً مع الصوص حق الطماطم لون حلو ماشي، واللون الأورنج كمان حق الجزر بيعطي كومباينيشن مع لون اللحمة كده. بعد ما ضفنا كل المكونات هتاخد الآن إن شاء الله كمان 15 دقيقة ل 20 دقيقة مينيمم عشان تستوي البازاليا وتستوي حبات الجزر المقطعة هذه، عشان كده نستفيد من الوقت ونتجه ونبدأ في المادة الثانية اللي هنسويها. هنسوي شوربة، شوربة الخضار بالعشاب. لإعداد الشوربة نضع قليلا من البصل على كمية زيت قليلة وعلى نار هادئة نتابع، ثم نضع الثوم وقطعتين من الماجي وقليلا من الماء ويترك قليلا، ثم نضع فصين من الهيل وحلقات الزنجبيل. بعد ما أضيف الزنجبيل والمكونات كلها تبدأ تغلي، أول ما أحس أنه بدأت المكونات في النضج وبدأت تغلي أشوف فقاعات في هذا، أبدأ أضيف الموية كمية الماء. طبعا بعد كده أنا عندي مكونات أساسية بدي أستخدمها، يهمني أحط المكونات اللي تأخذ وقت أطول في السوى. حبدأ بالبطاطس لأن البطاطس بتأخذ وقت أطول في السوى،
فانا لازم احطها في الاول، وبعد كده كمان يعني ممكن احط معاها الجزر لانه يحتاج وقت اطول في السوى، كمان حنعطيها وقت يمكن حوالي 10 دقائق، وبعد كده نبدا نضيف المواد الثانيه والاعشاب العطريه اللي تعطي نكهه للشوربه تبعنا. طبعا بعد ما استوى الجزر والبطاطس نضيف السلري اللي هو الكرفس لانه هذا ياخذ وقت اقل، ونضيف تشكيله الفلفل الملون اللي هو فلفل الرومي بكذا لون زي ما قلنا، لانه هذه بتعطي قوام ولون. هذه حتاخذ بالكثير 5 دقائق 7 دقائق لين ما تستوي، وكده نكون جاهزين للوجبتين السخنه. وبعد كده حنبدا نكمل الوجبه اللي هي السلطه. احنا عندنا سلطه الفتوش، وسلطه الفتوش هنا حنحاول نحط كميه بسيطه من زيت الزيتون، ونحاول نزود كميه الليمون وكميه المنكهات بحيث انه نستعيد عن كميه الدهن اللي فيها. لو بنتكلم على مكونات اساسيه للفتوش بيعتمد على الجزر وعلى الطماطم وعلى الفجل الاحمر، بس انا بضيف الجزر هنا بشكل جوليان عشان يعطي تناسق في الالوان، وفي نفس الوقت بيزود الماده الغذائيه للسلطه. طبعا احنا عندنا الورقيات هنا مهمه، احنا بنضيف عاده هنا البقدونس، بنضيف عليها كميه بسيطه من البقدونس، وبنضيف عليها كمان ايضا كميه بسيطه من العجنه الطازه يعني، ونقلبها بالشكل هذا. طبعا الخليط هذا بيكون متجانس في اللون وفي المكونات. طبعا احنا بنضيف له هنا الليمون، كميه الليمون هنا يحبذ انه دائما تكون كميه الليمون كميه يعني شويه زايده. المكونات الاساسيه هنا في التتبيل هنستخدم زي ما قلنا السماء فيها، وكمان بنستخدم شويه ملح عشان النكهه يعني الملح مهم هنا. دائما بنقلب المكونات مع بعض، وهذه الان اصبحت سلطه جاهزه نحطها على جنب لين ما نجهز بقيه الطبقين الاساسيه بحيث انه نقدمهم مع بعض. طبعا الان احنا انتهينا من كل الطبختين اللي احنا شغالين فيهم من اول، واستوت الخضار واخذت نضج ممتاز احنا مبسوطين به، والبازاليا هنا اخذت قوام جدا لين وناضج هي، والجزر واللحم الفيل البقري. الطبق هذا يكون لي ريم يعني لي حوالينه حواف، لانه احنا بنبين عمق الماده اللي موجوده فيه. زي ما احنا قلنا الحصه الواحده تقريبا بناخذ فيها 4 قطع تعادل 75 جرام من اللحم مع البازاليا بالجزر، والحصه هذه زي ما قلنا حتكون كفايه. وان شاء الله بالهونه والعافيه، ويحوز الطبق هذا المجموعه الاطباق هذه على اعجابكم. بالعافية إن شاء الله. مشاهدينا ما تروحوا بعيد، بعد الفاصل متابعين ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، أحييكم في سيدتي. ونتابع من عالم الأطفال، هذا العالم الذي يحتاج الكثير من الاهتمام والمسؤولية، وخاصة من الأمهات اللواتي وصفنا بأنهن خارقات. هذا الوصف جاء من كون أن واجبات الأم تتعدد بين البيت والعائلة والعمل والأطفال وتحضير وجبات الطعام وغير ذلك من المسائل يعني تحتاج إليها الأم بشكل يومي. لذلك مشاهدينا أقيم احتفال في دبي جمع العديد من الأمهات الخارقات. نتابع التقرير. الأمومة من أكثر الوظائف المحبوبة في العالم، لكنها في ذات الوقت وظيفة مرهقة للغاية، حيث لا إجازات ولا أوقات عمل محددة. لذلك قررت مجموعة من النساء في مدينة دبي إقامة مسابقة لاختيار الأم الخارقة،
وذلك بعد غياب الاهتمام بطبيعة الأم العربية ومجتمعها، ما دفع هؤلاء النسوة إلى إنشاء هذه المسابقة، خصوصاً مع وجود هذا الاتجاه في أوروبا وأمريكا بشكل ناجح جداً. عاملين لحتى يختاروا أفضل الأم اللي هي the super mom of the year، اللي بتقدر تعمل كل شيء وتلحق على شيء. طبعاً كل الأمهات super mom، بس مسابقة جديدة من نوعها بتشجع السيدات لحتى يشاركوا ويحكوا عن خبراتهم ونتعرف عليهم، وهيك يطلعوا يحسوا انه هن في حدا مهتم فيهم وفي حدا عم بيقدر جهدهم وتعبهم. شاركت في هذه المسابقة 300 من الأمهات من دول مختلفة يتنافسن على لقب السوبر مام، والتي تضم فئات متعددة مثل الأم الأكثر إشراقاً وذات الابتسامة الجميلة وذات الشعر الرائع ومسابقة المواهب. عندنا خمس مسابقات، أسئلة عامة، بعدين طبعاً مسابقة مين بيعرف يكوي أحسن شيء، مين بيعرف يلبس الباربي أحسن شيء، الأشياء الأم تقدر تعملها، وكمان نتعرف عليهم نشوف مين أكتر شيء تالنتد، مين فينا تعمل كارد ديزاين كارد فور هير بيبي للأولاد يعبروا فيها عن حبهم لأولادهم. وكان شيء كتير ممتع أنه نشوف أمهات من كاميرون، من فلبين، من فلسطين، من سوفار معنا كان من باكستان وإنديا. أعتقد أنه داخل كل امرأة في سوبر مام، لأنه تحديات كل يوم، تربية الأولاد، تعليمهم، كل هذا يعتبر خصائص السوبر بيرسون. I think it's very inventive. I like the idea, although I was a little confused because they told me it will be with your kids and it was more for the mom, you know. So, but I really loved every minute and initially I was a little bit shy, but it's really fun. They're very comfortable on the stage. Your hosts are great, so I really had fun mostly. الفكرة المبتكرة نالت إعجاب العديد من الأمهات اللواتي اندفعن للتسجيل، وحصدت عددا من الأمهات المراكز المتقدمة والجوائز في الكثير من المسابقات التي ظهرت فيها المواهب اللامعة. مهمات ما هي سهلة أبدا. عموما المشاهدين، من الأم الخارقة إلى الأطفال الخارقين، وإضاءة على النشاطات التكنولوجية المهمة التي قد تساعد الأطفال من الخروج من قوقعته أمام شاشة التلفاز والحاسوب طوال النهار. التقرير التالي سيعرفنا على أحد المراكز المتخصصة بلعب الأطفال الإلكترونية، والتي تهدف إلى خلق بيئة صحية للطفل تجمع بين المتعة والإفادة والتمارين الرياضية التي تبعد عنهم شبح البدانة التي قد يسببها جلوسهم الدائم. تطور التكنولوجيا في هذا العصر، أصبح أطفالنا يعانون من قلة الحركة والنشاط بسبب ملء أوقات فراغهم في ممارسة الألعاب الإلكترونية دون أن يبذلوا أي مجهود حركي، حتى أصبح لدينا بما يسمى بالألعاب الرياضية الإلكترونية، والتي تجمع ما بين المرح والترفيه والرياضة البدنية لتعزيز رغبة الطفل بها. وهنا وضعت المعايير لتطوير أداء الأطفال بهدف ممارسة اللياقة بمتعة ونشاط، ويكون مكان ممارستها بقعة للتأهيل الجسدي والنفسي ووسيلة لكسب الأصدقاء والبيئة الآمنة بعيداً عن العزلة التي تفرضها الألعاب الإلكترونية على الطفل. نصب وتعرفت على أصدقاء وخفزني شوي و سركي بقدر ألعب فيها ألعاب وبنبسط وحلو كتير، نستفيد كتير من ألعاب، نتحرك نلعب نتسلى. الألعاب الرياضية الإلكترونية إكسر جيم تعتمد على حركة الطفل وقوة التركيز وقوة الجسم في الوقت نفسه.
إذن مشاهدين، على الرغم من المتعة التي تخلقها هذه الألعاب في نفوس الأطفال، إلا أن أخصائي الطفولة حذروا من سلبيات هذه الألعاب جراء إدمانهم عليها وحتى الذهاب لتقمص بعض شخصياتها، ما ينعكس سلبيا على نموهم. حول هذا الموضوع معي مباشرة من استديوهاتنا في الرياض أخصائية تدريب الأطفال الأستاذة هبة ناجي. أهلا وسهلا بك أستاذة هبة. أهلا فيكي، مساء الخير. مساء النور أستاذة هبة. ما أعرف إذا تابعتي معنا التقرير، شفتي كيف الأولاد بيلعبوا وكيف متحمسين؟ أيوة شفتهم. يعني أنا كنت بدي ما شاء الله عليهم في الحوار وأناقشك في الموضوع كنت زعلانة ليش، بس بعدين شفت المنظر بالعكس اتحمست. حتى أنا واحدة من الناس اللي كثيرة أروح ألعب مع أولاد أخواني وأخواتي هذه الألعاب، يعني فعلا فيها نشاط بدني، ليش لها سلبيات برأيك؟ لا، السلبيات مش على هذه الألعاب، الألعاب الإلكترونية بشكل خاص. نعم. أما هذه الألعاب هي فكرة جديدة من نوعها في الشرق الأوسط، بتدمج بين الألعاب الرياضية والألعاب الإلكترونية. هي تعتبر ألعاب إلكترونية كمان، حيث الطفل هون هي تعتبر ألعاب إلكترونية، لا بس هي بتعتمد على الرياضة في جزء كبير منها. نعم، تقصديها أنت هي الألعاب زي اللي فيها يد ويلعبوا مع بلاي ستيشن ومع سيارات وأمور من هذا النوع؟ هي فيها كثير من الأجزاء، يعني في كثير أنواع منها، يعني هي لازم يتفاعل الطفل فيها، هي تعتمد على حركة الطفل قدام الشاشة اللي عم يلعب قدامها، وكل ما زادت سرعة الطفل كل ما زاد الاستفادة من هذه اللعبة، يعني هي بتدمج بين الرياضة وبين الترفيه في نفس الوقت. أنت عارف الأطفال دائما بيهربوا من شيء اسمه رياضة أو بيملوا، يعني ممكن يلعب لك 5 دقائق 10 دقائق وبعدين يطلع. أما هون عندنا الطفل أول ما بيفوت على النادي لحتى يطلع وهو بيكون مبسوط ومندمج مع الأطفال ويعني لدرجة كبيرة من الاستفادة، بيستفاد بأكثر. طب أنت اللي تقصديها أستاذة هبة أكثر وقت ممكن تحديدا؟ يعني قصدك شو بالضبط؟ الألعاب الإلكترونية اللي تقصديها، يعني إحنا عندنا كذا ألعاب إلكترونية، في منها فيها رياضة في منها ما فيها، التقرير كان محتوي عليه من أنواع مختلفة، أنت اللي تقصديها حضرتك إيش هي، أي واحدة فيهم؟ اللي هي بلاي ستيشن والأشياء اللي هو جالس بيلعبها ولا؟ لا، اللي في النادي كلها تقريبا ألعاب إلكترونية رياضية اللي هي إكزر جيم، اللي هي الآن شكل ثورة في العالم وفي الشرق الأوسط، جات حديثا إلى الشرق الأوسط. طبعا عندنا في النادي في إنموشن بتدمج بين الرياضة وبين الألعاب الإلكترونية، فبتشيل مخاطر الألعاب الإلكترونية مثل ما أنت، إنه هي قوقعة الطفل مع نفسه وإنه بيكون جالس ساعات طويلة أمام شاشة التلفاز، ما بيلعب مع أصحابه من نفس العمر. فهون في النادي بيلعب مع الأطفال، بيشاركوا مع بعض، بتحفزه يعني إنه يلعب للرياضة وبنفس الوقت يكون مترفه، يعني أو بشعر بالترفيه. بس إذا هبة أرجع أفهمك السؤال بشكل أوضح، أنا قصدي الآن أنت بتقولي الأشياء اللي فيها رياضة هي أشياء مفيدة، فيها رقص فيها حركة، في هذه أشياء مفيدة اللي فيها مشاركة مع الأطفال. أنا أقصد إيش الأشياء المضرة، إيش الأشياء المضرة فعلا على الطفل من الألعاب الإلكترونية؟ انت قصدك لما شفتي البلاي ستيشن عندنا نحن لما بنحطه بندمجه في بآلة رياضية، فهو الطفل بمجرد ما وقف حركته على هذه الآلة الرياضية حتوقف لعبه على الشاشة. نعم. فهيك بيتحفز الطفل انه يضل يلعب رياضة لحتى يضل يكمل لعبته الرياضية زي ما بيعمل في البيت، بس هون الفرق انه هو عم يلعب رياضة بنفس الوقت. طيب احنا تحدثنا في البداية عن بعض الخطورة اللي تتعلق بهذه الألعاب، ايش الخطورة برأيك؟ هلا الألعاب الإلكترونية بتسبب عزل الطفل مثل ما قلتي، قوقعته، بيصير البدانة كمان اللي نحن بنحاربها في النادي لأنه جالس طول الوقت قدام التلفزيون هو بيلعب وبياكل، ففي هذه المرحلة ما حيقوم ما حيتحرك ما حيحرق سعرات حرارية كثيرة، حيكون بس جالس قدام التلفزيون يتناول كمان الأغذية اللي هي بتكون مضرة بصحته. نحن في النادي بالعكس، الأجهزة الإلكترونية حتكون مدموجة بالرياضة، حيكون عم يلعب للرياضة وبنفس الوقت كمان عم يلعب هذه الألعاب. بس مثل ما قلت لك، بشرح لك مرة تانية، بمجرد ما وقف حركته اللي هي ممكن يكون عم مدموجة بالبايسيكل أو بنوع تاني من ألعاب من الأجهزة الرياضية، بمجرد ما وقف حركته عليها حتوقف اللعبة الإلكترونية. نعم، بعض الألعاب زي ما ذكرنا في البداية راح تأخذ الطفل إلى عالم خيالي إلى حد ما، وتبعدوا أحياناً حتى عن واقع، وقديش ممكن تأثر كمان هذه الألعاب على الأطفال زي سبايدر مان وسوبر مان وأشياء تانية مختلفة؟
ممكن انه تخليه انه ينعزل بعالم لوحده مثل ما قلتي، انه يصير يشكل عالمه الخاص، ما عاد بيتفاعل مع اطفال الاطفال الثانيين، التواصل الاجتماعي عنده بينعدم. فنحن بنحفز انه يجي الطفل يلعب بحلقة اجتماعية مع الأطفال من عمره، بهذا الشيء ما بيكون متواصل مع العالم الخاص اللي هو ممكن يخترعه في خياله. نعم، بعض الشخصيات عنيفة، مصاص دماء، موميا، أشياء كده مخيفة يعني، كمان إيش تأثيرها على الطفل؟ وكيف مزبوط. ممكن الأهل يتفادوا هذه الألعاب ويقدروا يقنعوا الطفل إنه لا، هذه الألعاب ما هي يعني هي الألعاب الصح؟ أيوة نعم، تسمعيني يا أستاذة هبة؟ ممكن تعيد السؤال بس من بعد إذنك؟ كنت أسألك عن الألعاب هذه اللي هي زي مصاص الدماء والمومية والأشياء اللي فيها عنف واللي فيها رعب للطفل، كيف ممكن الأهل يحاولوا يبعدوا الطفل عنها ويفهموه بدون ما يخوفوه كمان، يفهموه هذه الحاجة ما هي صحيحة والمفروض ما يكون كمان قدوة له؟ نحن بننصح الأهالي إنه ما كتير يخلوا الطفل يندمج بهذه الألعاب اللي هي فيها الألعاب العنيفة اللي تحفز على العنف أو مصاصين الدماء وهذا، ويخليهم يمارسوا الأنواع الثانية اللي فيها الترفيه أكثر ما هو العنف والضرب. نعم. طيب، واحد يعني أحد من المحللين قال إنه آثار ممارسة هذه الألعاب تعود على الأطفال أحيانا بنتائج بدنية ونفسية سلبية، خصوصا مع ظهور مشاكل صحية تتعلق حسب ما قال باليدين والظهر. هل وكمان ذكر قال إنه توصل للتوتر، هل تتفقي مع المحلل وكلامه هذا؟ قصدك الألعاب الإلكترونية طبعاً. لوحدها ولا الإكزر جيم بشكل عام؟ خلينا نتحدث عن الألعاب بشكل عام، زي ما تحدثنا عن الألعاب اللي بتظهر منها عنف، حتى الألعاب الإلكترونية فيها مسدسات أحيانا، الألعاب اللي تظهر فيها رعب للطفل توصل للتوتر بشكل عام هذه الألعاب. لا، هذه الألعاب الإلكترونية كلها لها مخاطر، اللي هي العزل الاجتماعي، العنف، كمان كثرة الحركة ممكن تسبب للطفل البدانة، وكمان الأوجاع في الظهر وفي الأقدام. فنحن بنحفزه أنه يلعب رياضة أكثر ما أنه يجلس ساعات مطولة قدام التلفاز وهو عم يلعب بهذه الألعاب. طيب، هل في مدة مفضلة أو محددة لازم الأولاد يعني ما يتجاوزوها في اللعب، حتى لو كانت هذه الألعاب لها إيجابيات ولها سلبيات؟ مدة ما يتجاوز لثلاث ساعات في اليوم. نعم. أيوة. نعم، ثلاث ساعات، ما تكون أكثر من ثلاث ساعات يكون فيها الطفل بيلعب هذه الألعاب. هل المفروض على الأهل يكون في رقابة منهم أثناء لعب الطفل، حتى مثلا الألعاب الرياضية اللي قلنا لها إيجابيات، هل لازم يكون الأهل حولهم عشان نشوفوا الحركة إذا كان بيستخدمها بشكل صح أو لا؟ يعني اطلعينا أستاذة هبة، أعطينا أفكار، أعطينا. انت قصدك في البيت ولا ما يطلعوا برا؟ يعني اذا كان عندي ولد في البيت وبيلعب هذه الالعاب اللي فيها رياضه اللي قلنا لها ايجابيات على مستوى الحركه البدنيه، هل كمان احنا علينا كاهل نتابع هذول الاطفال نشوف كيف بيستخدموا هذه الالعاب، بيستخدموها بشكل صح او لا، بتاثر عليهم على جسمهم ممكن بدنيا بشكل سلبي؟ لا، بالطبع فينا الأهل كمان يشاركوا الأطفال بهذه اللعبة. هذه الألعاب الإلكترونية الرياضية هي مخصصة لجميع الأعمار، يعني من الأعمار الأطفال من 5 سنين 6 سنين لأي عمر أكبر من هيك، فممكن الأهل يشاركوهم، ممكن يلعبوا معاهم ويستفيدوا اثنيناتهم من هذه الألعاب. نعم. طيب، مضمون محتوى الألعاب لأي مدى ممكن يلعب دور في تنمية شخصية الطفل أثناء يعني استخدامه لها؟ هي حتطلعه من القوقعة اللي هو بقوقع فيها نفسه لما بيلعب الألعاب الإلكترونية العادية. لما بيلعب الألعاب الإلكترونية الرياضية بيحفزه على التواصل الاجتماعي مع الأطفال من عمره، بيخليه يمارس وقت أكبر بالرياضة مع أطفال بوقت أكبر، يعني ما بيجلس لحاله ساعات طويلة مثل ما بيعمل في البيت. طيب، المراكز اللي زي ما حضرتك ذكرتي زي مركزكم، المراكز قديش ممكن تعود الطفل عن القيام بتمارين رياضية تقليدية بشكل عام؟
هي بتعوضه بشكل كامل، لأن هي أصلا ألعاب رياضية بس جايب يعني فيها مثل تريك، يعني إنه جاي موصولة بالألعاب الإلكترونية، فالطفل حيلعب بنفس الوقت حيستفيد، يعني حيستلى وحيستفيد بنفس الوقت. نعم. طب حضرتك أخصائية، هي ألعاب رياضية كاملة يعني وفيها تمارين كاملة. نعم. حضرتك أخصائية، كيف كانت التفاعل الأطفال؟ هل كان في مثلا مواقف سلبية حصلت قدامك أو مواقف إيجابية ممكن تحكي لنا عنها بشكل سريع؟ بصراحة الأطفال كتير اندمجوا في النادي، وخاصة أنهم بيكونوا بأعمار متقاربة مع بعضهم، بيلعبوا بيتسلوا بيتفاعلوا وبيستفادوا من الرياضة، بيحرقوا سعرات حرارية. نحن كمان منكافح البدانة عند الأطفال اللي هي منتشرة بشكل كبير في الوطن العربي وخاصة دول الخليج بسبب نمط المعيشة اللي موجود فيها، من جلوس أمام التلفزيون لساعات طويلة، الألعاب الإلكترونية. فهذا كل هاي الأسباب نحن من حاربها، ومنخلي الطفل انه يتحفز اكثر على انه يتواصل مع اصحابه، يلعب وقت اكبر رياضه. انا اتفق معك يا استاذه هبه، خصوصا زي ما قلت لك انه انا كمان واحده من المدمنين على هذه الالعاب لحد ما مع الاولاد، بس كمان هذه فيه شاشه وممكن تضر العين، يعني كانه خففنا عليه انه خليناه يتحرك عشان نتخلص من البدانه، بس كمان العين لسه متواصله مع شاشه في الاخير، ما لها ضرر كمان هذه الناحيه؟ ممكن إذا كان كتير في مستوى قريب من الشاشة، بس بكل هذه الألعاب حيكون الطفل على مستوى آمن لنظره عن الشاشة اللي حيلعب فيها أو اللي حيتفاعل معها. طيب أخيرا، قديش ممكن تنصح الأهالي بأنهم يستخدموها هذه الألعاب ويشتروها داخل المنزل أو ما يشتروها؟ هي هذه الألعاب مصممة لأي مكان، في بالنادي أو في البيت ممكن يستفادوا منها. صحيح، بس أنت تنصحي الأهالي حتى الكبار ممكن يستفادوا منها قبل الصغار. أيوة، لأنه هي حتخلي الأطفال يطلعوا من قوقعتهم، حيلعبوا رياضة أكثر، حيتحركوا أكثر يعني، والمتعة أكيد أكثر. شكرا جزيلا لك الأخصائية. أكيد المتعة مع الرياضة بنفس الوقت. نعم، أخصائية تدريب الأطفال الأستاذة هبة ناجي، شكرا جزيلا لوجودك معنا في سيدتي. مشاهدينا فاصل قصير نرجع من بعده ومتابعين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. قبل متابعة مواضيعنا الاجتماعية، هذه جولة سريعة على بعض الأخبار اللي لفتتني اليوم. أبدأها مشاهدينا مع خبر تفوق موهوب سعودي باختراعه على مبتكرين من 37 دولة. في التفاصيل، حصل الطالب يوسف مطر القوس من مدرسة الشيخ عبد العزيز بن باز الثانوية في الطائف على الميدالية البرونزية في معرض IENA بألمانيا للمخترعين، بعد أن اخترع جهاز مبتكر لتحديد مواقع المركبات واتجاهها وسرعتها، وذلك من بين 800 اختراع وابتكار شاركت في المعرض من 37 دولة في إنجاز جديد يضاف باسم المملكة العربية السعودية. خبر آخر مشاهدينا، أعلنت كل من رائدتي الفضاء العالميتين الدكتورة ميري ويبر والدكتورة أنا فيشر، أعلنتا أن المرأة السعودية قادرة على خوض غمار الفضاء، مشيرتان إلى أن الموضوع لا يحتاج سوى القليل من التدريب. تصريحات رائدتي الفضاء جاءت على هامش مشاركتهما في المؤتمر العلمي الدولي لتقنية الفضاء الذي يقام في العاصمة الرياض. مشاهدينا، بعد الأخبار هذه السريعة راح نرجع لمواضيعنا الاجتماعية، وقفتنا التالية مع موضوع أصبح يشكل عند البعض صراع، حيث أن حضور التكنولوجيا والتطور الهائل في عالمنا ساهم في توسع الهوة بين الجيل السابق والجيل الحالي، وسط رفض من الجيلين بتقبل فكر ورؤية الجيل الآخر. فهل العلاقات بين الأجيال تتحول من تواصل إلى صراع؟ حول هذا الموضوع أرحب من استديوهاتنا بالرياض بالأخصائي الاجتماعي الدكتور عبد الرحمن الصبيحي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، حياك الله. دكتور، خليني أبدأ معك من النقطة الأساسية اللي ذكرتها، هل فعلا العلاقات بين الأجيال ممكن تتحول من تواصل إلى صراع؟
هو في الحقيقة الصراع بين الأجيال من الماضي حتى يومنا هذا هو دائما بين هو يعني بين أن يكون صراع وبين أن يكون تواصل، لكن في يعني في الوجه العام هو دائما يكون هناك صراع بسبب الهوة الثقافية دائما موجودة بين الأجيال، فكل جيل يتجاوز وقته يجد أن الجيل الذي يتبعه يعني ليس بالمستوى الذي يستطيع من خلاله أن يتواصل معه. الغريب في هذا الأمر أنه كثير من الآباء مروا بفترة المراهقة وعاشوا فترة يعني الشعور الذي ينتاب المراهق، لكن الغريب سبحان الله في هذا الموضوع أنه بمجرد ما يصل لعمر معين يبدأ يفقد ذكريات ذلك الشعور ويبدأ يتعامل مع الجيل الجديد بصورة تختلف عن ما كان يشعر به بالسابق، وإلا من المفترض أن تكون الصورة الماضية التي كان يعيشها موجودة لديه، فبالتالي يعود لذكرياته فيبدأ يتعامل مع الجيل الجديد بنفس الصورة التي كان يتمناها هو حينما كان مراهقا أن يتعامل بها الكبار معه. نعم دكتور، يعني أحيانا أشوف حتى على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأطفال موجودين مثلا في تويتر أو في الفيسبوك والأهالي معهم موجودين، ما حقول أطفال أنه مثلا تحت السبعة، بتكلم عن أطفال فوق العشرة فوق الاثناعش، هذا ما بيخليهم كمان يكملوا تواصل؟ أحيانا أشوف الأم وبنتها مثلا على تويتر ولا الفيسبوك، هذا ما بيخلي يمكن تواصل أكبر حتى من الفجوة اللي عملها مثلا التلفزيون على الأقل؟ هو المفترض انه يعني الاعلام الجديد خلينا نسميه المفترض انه يساعد في التواصل كثيرا جدا، لكن طبعا لا نؤيد ابدا ان يكون التواصل بين الابناء والاباء عن طريق هذه الوسائل، نحن نتمنى ان يكون التواصل وجها لوجه، نتمنى دكتور لكن ان يكون التواصل بالملامسة، خلي الاب يعرف اكثر عن ولده، احيانا يشوف احاديثه مع اصدقائه بعد المدرسه او بعد الجامعه. هو طبعا بوجه عام المفترض من الأب والأم أنه يتواصل مع ابنه ويتابعه سواء عن طريق كتاباته في يعني وسائل الاتصال الحديثة أو من خلال علاقاته المباشرة، لكن أنا أتكلم عن قضية الآن بدأت تظهر وبدأت يعني تكثر والبعض يراها مبالغة، أنه في بعض الأحيان تجد الأم في البيت والابن أو البنت في البيت ويكون التواصل بينهم بالرسائل، فيما يعني مثلا والله الأم تقول بنتها مثلا انزلي تغدي، ف هذه الإشكالية الآن قد تكون مشكلة لنا في المستقبل القريب أو البعيد. صح، هذه فعلا موجودة، وعلى الواتساب وعلى البي بي والأمور هذه كتير يتناقشوا بهذه الطريقة. طيب دكتور، هل التطور الصاير في التكنولوجيا نقدر نقول إنه هو السبب الوحيد أو هو أبرز الأسباب في توسيع الهوة بين الأجيال؟ أنا أعتقد أنه هو إحدى الأسباب وليس هو السبب الرئيسي، لكن أنا أتكلم عن مشكلة تواجه الإنسان بوجه عام. دائما نجد أنه الشخص يعني كبار السن ينظرون إلى من هم أصغر منهم على أنهم لا يعرفون الكثير، ويجب أن يكونوا هم المسؤولين عنهم مسؤولية تامة، ويجب أن يتصرف في كل ما يتعلق بحياته، بينما في الواقع الأب الناضج الأب المتعلم لا يعرف أن هناك حدود متى يتدخل ومتى يترك الفرصة للابن أن يتخذ قراراته. هذه الإشكالية موجودة من بداية يعني خلق البشرية. الذي يحصل والمشكلة هي أنه كثير من كبار السن أصبحوا لديهم نوع من الفوبيا في الخوف من التعامل مع وسائل الاتصال الجديدة، خوفا من أنه لا يعرف طريقها، ولكن الحقيقة هي هذه الفوبيا موجودة حتى لدى الصغار، لكن بمجرد ما يدخل عليها ويتعلمها سيجد أنه انطلق وأصبح يعني محترف فيها. كذلك كبار السن، أنا أوجه حقيقة بهذه المناسبة رسالة وأقول لكل إنسان لم يدخل إلى هذه الوسائل خوفا من أنه تجاوز سن المعرفة، أنا أقول جرب نفسك وستجد أنها سهلة جدا، كما ذكرت ستساعدك جدا في تواصلك مع أبنائك، ستعرف ماذا يكتب أبنائك وماذا يقولون في هذه الوسائل، بل بالعكس قد تكون أنت سببا في حمايته، لأنه بعض المراهقين يعني ليس لديهم شعور بالمسؤولية فيكتب أشياء قد تضره هو أو تسبب له يعني مشكلة، فبالتالي يكون الأب والأم متواجدين معه دائما ويحمونه حينما يتجاوز الحدود المعقولة. فعلا نعم. دكتور، هذه نقطة جدا مهمة، أنه على الأقل يكون في رقابة من الأهل وإن كانت يعني من الخارج، مو بالضرورة يحسسوا الولد أنهم هم مراقبينه. دكتور خليني أسألك عن مقومات انسجام الجيلين، إيش رأيك؟ إيش المقومات برأيك اللي ممكن تساعد الجيلين على الانسجام؟
أنا أعتقد أنها هذه يعني قضية سهلة جدا، لكن دائما السبب في عدم الانسجام هي تصدر من الكبار، بمعنى أن الشخص الكبير أو الأب خلينا نتكلم عنه دائما يتعامل مع أبنائه على أنهم أبناء فقط، ويجب أن يوجههم ويربيهم، لم يجرب يوما من الأيام أن يتعامل معهم كأصدقاء. إذا وصل لمرحلة أن يتعامل مع ابنه كصديق سيجد نوع من الأريحية وسيجد نوع من التقارب، مما يجعل الابن يعني حينما يكون في مأزق يلجأ إليه. هذه نقطة. النقطة الأخرى، لا يعني لابد أن الأب يكون دائما يساير كل تطور، لا ينظر لنفسه على أنه إنسان تجاوز هذا العمر أو أن هذه الوسائل لا تليق به. بعض الناس ينظر على أنه وسائل الاتصال الحديثة لا تليق به كرجل محترم، الحقيقة هذه نظرة قاصرة. لا، يجب أن أدخل واستفيد منها وتعلمها وأكون دائما مع أبنائي. بل بالعكس، الأسرة حينما تكون مجتمعة وكل واحد يعطي ما لديه من أخبار ومن معلومات، مثلا على تويتر ماذا لديك من جديد مفيد، فيكون هذا النقاش جدا يعطي نوع من الأريحية ويعطي الأبناء نظرة بأنه فعلا هذا الأب وهذه الأم هم أصدقاء أكثر مما يكونوا آباء وأمهات. هذه النظرة يعني ستعطي الطفل رغبة في البقاء معاهم في البيت وعدم محاولة الخروج عنهم. لأنه إيش اللي صاير؟ لماذا دائما المراهق يحاول أن يخرج لأصدقائه؟ لأنه يجد الأشخاص الذين يسمعون منه ويتقبلون منه. في الأسرة تجد الأب دائما ينتقد والأم تنتقد بعض أعمال المراهقين. لماذا؟ لأنهم يرون أنها هذه أعمال لا تليق. لماذا؟ لأنه تجاوز العمر هذه، بينما كان في عمر ابنه قد يكون هو يعمل أعمال أسوأ مما يعمله ابنه في هذا الوقت. نعم. طب دكتور، يعني من كلامك أنا أفهم أنه كل المسؤولية وكل الاستيعاب اللي المفروض يكون لازم يكون من طرف الأهل. الأبناء كمان لهم جزء لازم يكونوا مستوعبين هذه الفجوة الموجودة بينهم وبين الأهل، إن كان ما تعلموا التكنولوجيا، إن كان ما قدروا يواصلوا معهم ويتواصلوا بهذا الشكل الأسهل. أنا أنظر لأنه حتى التقصير الحاصل من الأطفال هو بسبب تربية الآباء، فبالتالي هي تعود عليهم في النهاية. الأب والأم حينما يربون أبنائهم تربية حسنة وصالحة، ثم يبدأون يدربونهم ويعلمونهم ويعطونهم كل الفرص المناسبة ليتعلموا الجديد والمعرفة، أنا أعتقد أنه هذا الابن سيجد فرصة للامتزاج مع هذا الأب والأم والجلوس معهم والأريحية. لكن حينما يكون الأب أصلاً لم يقم بالتربية السليمة، لم يبذل جهده في أن يعني يعمل وكل جهده في تربية هذا الابن، لم يتعامل معه في البداية على أساس أنه صديق، هذه الإشكالية تجعل البعض ينظر على أنه الطفل هو السبب، هو الذي لا يريد أن يجتمع مع أهله، ولكن الحقيقة هي يعني سبب عدم رغبته في الانسجام مع الأهل هو بسبب الأهل. نعم. نعم. طيب دكتور، في مقولة معروفة تقول إنه لو كان للشيوخ قوة ولو كان للشباب معرفة، هل برأيك تنطبق كمان هذه المقولة على أيامنا الحالية؟ والله أنا أعتقد أنها يعني ما هي دقيقة جدا. الآن أصبحت قضية القوة ليست ذات مغزى، بمعنى أنه في بعض الأحيان تجد شاب في عمر 20 نحيل وضعيف، ولكن لديه من العلم والمعرفة وبأمور التقنية ما يفوق كثير من الناس، وهذه المعرفة وهذه التقنية توصله إلى مثلا وظيفة مرموقة وتعطيه راتب عالي وإلى آخره. فبالتالي نحن في السابق كنا نحتاج إلى القوة لأنه الحياة تقوم على العمل والكد والبذل. الآن أصبحت القضايا التي نعيشها لا تحتاج إلا إلى الفكر، فبالتالي عملية القوة أنا أعتقد أنها ليست مهمة. هي مهمة لصحة الإنسان حينما يكون صحته قوية وقادر على أنه يعني يعمل أطول وقت ممكن، هذه هي القضية التي يعني ممكن نتحدث عنها. لكن أنا أعتقد أن الفكر والمعرفة والعلم هي أصبحت يعني المحك الرئيسي للانطلاق وتحقيق الأهداف في الحياة. نعم. طبعا دكتور، احنا بنتحدث تحديدا عن الانترنت وعن التكنولوجيا كيف عملت هذه الفجوة بين الجيلين، لكن خليني أسألك كمان عن غلاء المعيشة، عن متطلبات الحياة اللي صارت يعني كمان متهمة بأنها فعلا بعدت الأهل، راحوا يدوروا على دخل للأولاد وصارت الفجوة صارت تكبر مع الوقت. فإيش رأيك دكتور في هذه نعم أحسنتي في هذه النقطة؟ نعم. أنا دائما أقول يعني أنه
أهم حاجة في حياة الإنسان يجب أن يعطيها أولوية رقم واحد هي الأبناء، بمعنى أنه حينما يكون لدي أولوية أن أذهب وأعمل لأحصل على المال لأتي به لأبنائي، أنا أعتقد أني أفرط في أولوية سابقة. يجب أن يكون الأولاد هم رقم واحد في حياتي، يجب أن أعطيهم الوقت الكافي لأن نعيش مع بعضنا وأن أوجههم وأرشدهم وأستمع لهم، ثم أنتقل للأولوية الثانية وهي الخروج والبحث عن العمل والبحث عن مصادر رزق لأسعدهم بهذا الشيء. أنا دائما أقول السعادة ليست في المال بالنسبة للأطفال، الأطفال يعني يكفيهم أن يجلس الأب والأم جلسة حميمية مع بعضهم ويكون هناك نوع من المرح وهناك نوع من الضحك وجزء منهم من الفائدة. أنا أعتقد أفضل لهم أن يعني يأتي الأب بالمال الكثير ويعني يسافر بهم ويعطيهم ما يرغبون فيه. صحيح أنه هذه مهمة لدى المراهقين وهم دائما يطلبونها، لكن لما ترجع لأنفسهم تجد أن السعادة الداخلية هي مبنية أكثر على الجلسة الحميمية الأسرية. أنا أقول دائما لكل أب وأم الأولوية رقم واحد هي الجلوس مع الأبناء والسماع منهم وإعطاهم التوجيهات والإرشادات، ثم البحث عن يعني والانشغال بأعمال تكون مصدر رزق لهذه الأسرة. لو استطاع كل أب وأم أن يحققوا هذه المعادلة أنا أعتقد أنهم يكونون فعلا يسيرون في الطريق الصحيح. والصبر يا دكتور، الصبر، صبر الأهل على الأولاد كمان هذه نقطة لازم يهتموا فيها، أنه في أشياء في فرق بين جيل وجيل، فلازم يستوعبوا هذا الجيل المختلف عنهم بأفكاره وبتصرفاته وبكل شيء. بالتأكيد. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك دكتور. حابب تضيف شيء دكتور في الأخير؟ أنا بس أتكلم عن الصبر في جزئية دائما يقولون التربية هي يعني جهاد، يعني لا يعتقد البعض حينما نقول أنه لابد أن تربي أبنائك تربية صالحة أنه هذه الكلمة يعني نقصد بها أنه أن تكون مرفها، لا، الحقيقة هي جهاد بما تعنيه الكلمة. فلذلك عملية الصبر والاستماع والإجابة على الأسئلة والحديث معهم والجلوس معهم أكبر وقت ممكن، أنا أعتقد أنه فعلا كما ذكرت يحتاج إلى الصبر، ولكن هذا الصبر هو الصبر الحميد وهو الصبر الذي ينتج لنا جيل يستطيع فعلا أن يواصل يعني عجلة التنمية في هذا البلد. شكرا لك. يعطيك ألف عافية الأخصائي الاجتماعي دكتور عبد الرحمن الصبيح، شكرا جزيلا لهذه المعلومات وهذه الاقتراحات حتى على الأهل، إن شاء الله يكونوا استفادوا. مشاهدينا راح نروح فاصل، بعد الفاصل نرجع لعالم المطبخ. مشاهدينا عدنا إليكم من جديد هنا في استديوهاتنا في جدة، فقرة جديدة الآن حنتكلم فيها عن موضوع خطير قد يحدث أن تكتشف المرأة أنها أصبحت عرضة لنظرات غريبة مريبة من بعض الرجال من حولها، وقد يكون صاحب هذه النظرة هو زوج صديقتها. بالتأكيد مشاهدينا الكرام، هذا الموضوع يضع المرأة في حيرة وشك مستمرين، فهل يجب أن تخبر صديقتها بأن زوجها صاحب للأسف عيون زائغة، أم أنها تكتفي بالصمت وأنها منعاً طبعاً لخراب البيوت والمشاكل المنزلية؟ والله خلود سؤال صعب جداً جداً، بس خلينا نشوف كيف جاءت أجوبة الشارع عن هذا الموضوع ونرجع هنا نواصل الحوار. تكونين في موقف صعب لا تحسدين عليه إذا علمت أن زوج صديقتك ليس مخلصاً لها وعينه زائغة، فقد تكونين في حيرة بين خيارين، أولهما أن تخبريها بما تعلمين أو أن تغلقي فمك وتسكتي تماماً. مش هخرب بيتها يعني، خلاص لو هي عرفت المصيبة بنفسها عرفت، لكن أنا مش هقول لها يعني عشان ما أخربش البيت. ممكن أنا أكون ظني خاطئ أو أني يعني أخرب بيوت بالطريقة دي، يمكن ربنا يهدي بعدين. لا أفضل ما أقول لهاش عشان هي معاشراه وعارفه وأكيد هتكون حاسة بيه، عشان كده ما أفضل ما أحرجهاش. لا ما راح أحكي لها عشان ما أعمل بينهم مشاكل، ما في داعي يعني أحكي لها. احتمال ما أقول لها، بس أحاول أحذرها بطريقة معينة، لأن لو قلت لها كده ممكن يصير مشاكل بينهم،
فممكن تصلح الأمور من غير ما تخرب أكثر. بس ممكن إنه يعني أحسسها إنه تهتم بحالها، تظبط حالها، أساس يعني زوجها يحب شكلها فما يضطر يطلع برا، بس ما حعملها مشكلة ويعني أفتن. ممكن بطريقة ثانية أنبهها، بس يعني مش بشكل مباشر. أحاول يعني أنصحه هو بطريقة غير مباشرة، بس ما أحب أقول صاحبتي عشان ما أبغى أخرب على عشها. ربما يحتم عليك واجب الصداقة أن تخبريها فعلاً، ولكن الأمر ليس بالشيء السهل أو الخبر المحبب الذي تتمنى أن توصليه لها لترى خيبة أملها وانكسارها وغضبها بعده. لصاحبتي أيوة أنبهها، بس لو مش كده أكيد حتشكي وتقول هي بتقول كده ليه. أولا في الآخر هي تكرهني عشان هي هتحس دايما أن أنا وريت لها الحقيقة. تاني حاجة أحب أن هي يعني هي لو بيزة ست ذكية هتقدر تحس إذا كان فعلا جوزها يعني زيغة ولا لا. من غير شر لو صارت فيها بدي حد يجي يقول لي. إذا شفت شي بقولها يعني ديري بالك أنا هيك هيك، إذا العلاقة بيني وبينها قوية كتير وبحبها وبتعز علي طبعا بقولها أنا شفت هيك 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 وديري بالك. إيه لأن مش عايزة تكون مخدوعة فيه. بنبهها ليه؟ عشان تعرف شو بدها تعمل، يعني عشان يكون عندنا فكرة، وإذا بدها توقف موضوع أو شيء إنه تأخذ احتياطها كمان. يعني أكيد تنبيه شوي يعني حتى تأخذ حذرها وتحتياطها بالأمر. بنبهها بطريقة غير مباشرة أول، وإنه مثلا بشوف إذا عندها مشاكل، إذا إنها صاحبتي كتير رح أقدر أعرف يعني، وبعدين إذا ما قدرت تحل المشكلة بقولها إنه دير بالها لأنه بس ما تخرب بيتها يعني. إذا حقلها يعني مشان تنتبه على زوجها أكيد شي طبعا أكيد، وإذا لا مشان ما أجرح مشاعرها مشان ما تزعل. لو عرفت إنه زوج صاحبتي يعني زيغة أقول لها إذا متأكدة أنا إنه فعلا الموضوع ده حقيقي إذا صاحبتي قوي. يجب التعامل مع الأمر بهدوء، خاصة إذا كان لك رأي سلبي في الشريك تعرفه صديقتك من قبل، فقد تظن أنك تتهمينه لتثبتي وجهة نظرك أو لأنك متحاملة عليه. إذن مشاهدينا الكرام تابعنا التقرير وشفنا ردود الأفعال، أبلغها ما أبلغها أو أني أبلغها بشكل غير مباشر. إحنا نشوف هذه الأجوبة من خلال ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الحامد استشاري الطب النفسي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك وأرحب فيك وفي المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بك. دكتور شفت ردود الأفعال؟ نعم. أبلغها ما أبلغها أو أبلغها بطريقة غير مباشرة، إيش الجواب مفروض يكون؟ طبعا هو ما في جواب مثالي في مثل هذه الحالات، يعني الجواب يعتمد على الظرف ككل وعلى طبيعة قراءة الشخص للنظرات اللي أصلا هي وصلت لشخص معين، كيف يقرأ هذه النظرات. أحيانا قد تكون النظرات بريئة فعلا، ما يكون الهدف منها هدف يعني أشياء أبعد من النظر ذاته، لكن أحيانا الشخص قد يفسر هذه النظرة بطريقة يعني يكون فيها تحامل أو يكون فيها تفسيرات خاطئة بناء على تجارب سابقة أو بناء على طبيعة الظرف أيضا اللي حصل فيه الكلام هذا. لكن في كل الأحوال طبعا نظرات الإغواء ما بين الرجال والنساء هذه فطرة وهذه موجودة في كل المجتمعات سواء من قريب أو من بعيد. فالأمر يعني يفترض أن يكون الإنسان متعود لديه القدرة على التعامل مع هذا النوع من الظروف أو الضغوط من هذا القبيل. طبعا التعامل مع مثل هذه المواقف يتطلب درجة عالية من الحكمة، بمعنى أنه الانفعال الزائد أو ردة الفعل المبالغ فيها أو الاندفاع في ردة الفعل هذا قد يولد خراب بيوت. كثير من المشاركين في التقرير قالوا أنه ممكن نبلغ بطريقة غير مباشرة. صحيح. أنا حقيقة حتى قضية أني أبلغ بطريقة غير مباشرة قد أكون ضدها أحيانا، لأنه التبليغ بطريقة غير مباشرة قد يثير كثير من الشك في الحياة. صحيح. الزوجية. صحيح. وقد تكون أصلا النظرة بريئة. الشك في الحياة الزوجية ولا الشك في الصديقة نفسها اللي بتبلغ؟ في كلا الأمرين يعني. ممكن يكون الشك في عدة أطراف وفي جهات مختلفة. فالأولى في مثل هذه الأمور هو طبعا القاعدة المعروفة على المستوى الإنساني، النظرات هي رسائل. صحيح.
والنظرة هذه في مرسل وفي مستقبل. صحيح. إذا المرسل أرسل نظرة خاطئة المستقبل لا يستقبلها وانتهى الموضوع ونغلق الباب من بدايته. صحيح. لكن إذا استقبلنا بطريقة خاطئة وكان استقبال النظرة أساسا مولد لنظرات أخرى ولخطوات أخرى تليها، هنا تقع المشكلة وهنا نبدأ ندخل في الفخ اللي يمكن يكون علاجه صعب إذا العملية تطورت إلى حدود أكثر من مجرد نظرة. ربما النظرة يتبعها لقاء، يتبعها ابتسامة، يتبعها أمور أخرى. دكتور كمان في التقرير بعض السيدات قالوا إن هي تفضل إن هي ما تبلغ صديقتها وتنبه زوج صديقتها بطريقة ما، هذا تصرف سليم من رأيك؟ أعتقد أن عملية التنبيه هذه يعني تندرج ضمن عملية إيقاف الموضوع، فهو إيقاف القضية هذه ككل. نعم. إذا يعني أي امرأة مثلا تعرضت نعم. لنظرة سيئة أو نظرة مريبة من شخص معين سواء قريب أو بعيد يعني لابد أن تغلق على هذه الأبواب. إذا كان شخص قريب ممكن بالتفاهم اللي يعني يكون مغطى بكثير من الاحترام والرسمية، بمعنى إذا يعني أرادت المرأة أن تتفاهم مع شخص من الأقارب مثلا نظر إليها نظرة ربما هي أدركتها وهو يعنيها فعلا إنها أيوه. نظرة سيئة أيوه. يفترض أن يكون نقاش هذا الموضوع بدرجة فيها شيء من الرسمية حتى لا يؤخذ الموضوع على أنه فتح باب آخر للتواصل يكون هذا الباب مخطئ أساسا. فعملية الإيقاف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تختلف على حسب أجواء الفعل اللي حصل. صحيح. لكن يفضل أنه إغلاق الباب هذا برمته، بمعنى تمام. أنه تتجنب هذه المرأة أنها تتعرض لهذا الشخص إما بالابتعاد عن الصديقة لفترة حتى ترسل رسالة غير مباشرة ليس للزوجة وإنما للزوج أو للشخص اللي أرسل لها هذه الرسائل نعم. أو النظرات الغير أو اللي عليها علامات استفهام نعم. صح التعبير نعم. يعني دكتور كيف تصف هذا السلوك من الرجل؟ شوفي هو هذا السلوك ممكن يصدر من الرجل وممكن يصدر من المرأة، خلينا نتكلم على الإنسان كإنسان، وإن كان الرجل أكثر توجها لهذا النوع من السلوكيات من المرأة بطبيعة الهرمونات طبعا، الناحية البيولوجية في الموضوع تحكم، يعني الرجل ربما هرمون التستوستيرون الموجود لديه بطريقة عالية يؤدي إلى أنه يكون هجومي أكثر، اندفاعي أكثر. طبيعة ثقافة المجتمعات الإنسانية ككل، قوة الرجل، فحولة الرجل، الرجل لابد أن يكون هو المبادر، لابد أنه إذا أراد أن يدخل في علاقة تكون البداية من خلاله، هذه كلها مفاهيم ثقافية. لكن السؤال اللي يطرح نفسه لابد أن يكون في معايير أخلاقية صحيح. تحكم العلاقات الإنسانية نعم. لأن الإنسان إذا ترك لنفسه الحبل على الغارب صحيح. فيما يخص نزواته وشهواته ورغباته الأمور حتصل إلى مراحل سيئة جدا على المستوى الإنساني. الإنسانية تعني الأخلاق بالدرجة الأولى، إذا انعدمت الأخلاق بالتالي حتنعدم الإنسانية. يعني دكتور بس أنا أفهم من كلامك أنه ما في يعني ما في مثالية للتصرف أو للتحكم. طيب يعني أنا أبغى أعرف كيف النساء تتصرف بمثالية أوكي نعم. وكيف تتصرف بغير مثالية وكيف أنت تتوقع أن السيدة تتصرف سواء تصرفت بمثالية أو بغير مثالية، إيش التصرف المتوقع؟ هو طبعا عادة أي تصرف من هذا القبيل في ظروف من هذا النوع يعتمد على شخصية الشخص اللي بيعمل التصرف نعم. في شخصيات نعم. اندفاعية ممكن صحيح. تتصرف بطريقة تؤدي إلى أن الموضوع بدل أن يصغر يكبر، بمعنى أنها ممكن تروح تكلم الزوجة وتقول لها والله زوجك كذا وكذا وكذا تسوي مشكلة أكبر، ممكن تصل إلى ربما طلاق، ربما إلى انفصال، ربما إلى دوام الشك في الحياة الزوجية. هذا غير مثالي، هذا تهور مثالي. نعم هذا يعتبر فيه شيء من التهور، لا سيما إحنا بنتكلم عن نظرة والنظرة ربما تفسر بأكثر من معنى. يعني قد يكون يعني أنا ليش دائما أطلق التعميمات في هذه الأمور، يعني قد تكون أيوة. النظرة بريئة وأنا اللي فسرتها غلط أيوة. قد يكون طريقة تلقي النظرة من خلالي أنا من خلال تجارب السابقة اللي ربما تكون تجارب فيها شيء من هذا القبيل أدت إلى أني أفهم النظرة هذه على أنها فيها شيء من الإغواء أو شيء من التحرش أو شيء من الدعوة إلى شيء ما فبالتالي تجارب هي اللي بتحكم هذا النوع من النظرات. إذا تنبهت لهذه النقطة تأتي الحكمة في ردة الفعل أيوة. طبعا لابد ردة الفعل يكون فيها درجة من التوازن وعدم الانفعال، لأنه أي انفعال وأي ردة فعل منفعلة حتعطينا نتائج كارثية دائما في كل صحيح. الأمور، حتى في الأمور البسيطة والأمور اللي أقل بساطة من هذا الأمر. لابد أنه ردة الفعل تتسم بالحكمة. الحكمة تقول في مثل هذه المواقف أيوة. أنه كونها نظرة والأمور لم تتعدى هذا الوضع نعم. نوقف الموضوع هذا من خلال عدم الاستجابة، هذا بمنتهى البساطة أيوة. يعني الحكمة تقول لا تستجيبي ويقفل على الموضوع حتى إشعار آخر.
نعم. اذا حصل نعم. شيء اخر لكل مقام مقام. صحيح. طيب. صحيح دكتور، يعني بوجهه نظرك، طب زي ما يقولوا طاحت الفاس بالراس وقالت وخبرت صديقتها انه زوجك كذا وكذا وكذا، نعم. ممكن انتقل شويه لرده فعل الست، ايش المفروض تكون؟ والله شوفي، في مثل هذه الحاله غالبيه ردود الافعال حتكون انفعاليه، وحيكون فيها شيء من التهور وشيء من اتهام الزوج وشيء ربما مما يؤدي الى تصعيد الموقف، وقد يصل زي ما قلنا سابقا الى طلاق او انفصال او الى دوام الشك، وهذا أسوأ من الطلاق ايضا. عندما تكون الحياه الزوجيه دائمه الشك قاتله، ستكون حياه يغيب عنها الاستقرار اللي هو المطلب الاساسي في الحياه الزوجيه. فبالتالي يعني المراه لما تعمل تصرف من هذا النوع لابد ان ياتي في ذهنها ايش اللي ممكن يطرا عن هذا التصرف. فاذا كان تصرفها في شيء من الاندفاع لابد ان تعلم انه هذا الاندفاع هذا قد يؤدي الى مشاكل حتى تعود عليها هي. لانه اذا حصل احيانا في بعض الشخصيات مثلا، لو حصل عدم استقرار في حياه الزوج اللي ارسل هذه النظرات، في بعض الشخصيات شخصيات انتقاميه قد يعني تقوم بافعال لا اخلاقيه بهدف الانتقام من الزوجه او من الشخص الاخر اللي تسبب في هذا الامر، فالدائره حتتسع. وهنا مكمن انه قضيه انه لا يوجد حكمه في الاندفاع، لابد من التروي، لابد ان تكون ردود الافعال مدروسه، لا سيما وانه نرجع ونقول انه النظرات قابله لان تفسر باكثر من معنى، قد تكون النظره ممكن اصلا هي كمان دكتور ممكن تكون هي السيده نفسها متزوجه، ممكن لو زوجها عرف كمان هي حيكون يعني في مشكله ثانيه حيقعد يقول لها والله انت اللي اديتي له المجال، انت بالضبط. اللي ديتي... صح ممكن نعم. يصير يعني الامور ممكن يعني عارفه تداعيات اي امر ممكن انها تكون اشياء غير محسوبه على الاطلاق. صحيح. يعني ممكن اذا احنا اعطينا المجال للاحتمالات ممكن تصل الامور الى حتى ربما تدخل عوائل اخرى للاصلاح، وبالتالي تزداد الدائره وندخل في قضايا الشك وقضايا تفسير النظرات وقضايا. لكن الحكمه دائما تقول اوقف الموضوع من البدايه، يعني اذا حصل مثل هذا النوع من النظرات من باب اولى انه المراه لا تستجيب وينتهي الموضوع. انا اعتقد انه اي رجل حتى وان كان لديه ميول غير طبيعيه لاغواء الاخرين عندما يجد صد وعدم قبول حيتوقف. اعتقد انه حيتوقف اذا كان لديه ذره من على الاقل درجه من الاخلاق ان وجدت يعني. صحيح. طيب دكتور ارجع لسؤالي، حكايه رده فعل الزوجه حينما تعلم ان زوجها مثلا بيحاول انه هو يتقرب من صديقتها بشكل ما وصديقتها بلغتها وصارت الموضوع يعني بلغت صديقتها. نعم. قلت كلمه تتصرف بحكمه. نعم. ما هي قمه الحكمه في هذا الموضوع؟ قمة الحكمة أنه تصمت على الموضوع بالذات إذا لم يحصل بشكل متكرر، أو تتحدث بطريقة رسمية مع الشخص حتى أيضا توقف. هذا أحد وسائل الإيقاف، لأنه إحنا الآن أمام رسالة بتأتي، هذه الرسالة رسالة غير سوية، دعوة لشيء غير سوي غير أخلاقي. الشخص المتلقي الرسالة أمامه أحد أمرين لا ثالث لهما، يعني إما إيقاف الرسالة أو المضي في هذا الأمر وأنه يستمر ويعمل علاقة وتبعات هذه العلاقة وحصول خيانات زوجية. فبالتالي إيقاف هذا الموضوع له طريقتين، يا إما أنه الحديث مع الشخص بطريقة مباشرة وبطريقة رسمية ليتأكد أنه ما في مجال لهذا الأمر، أو الصمت عن الموضوع والابتعاد. وهذا أنا أفضل هذا النوع من التصرف حقيقة، أن تبتعد المرأة اللي تعرضت لمثل هذا النوع من الموقف عن المثير الخارجي اللي هو الشخص اللي بيرسل مثل هذا النوع من النظرات لفترة حتى يعني تصل له رسالة غير مباشرة أنه ستوب وقف الموضوع. طب دكتور خلينا نكون شوية عادلين ومنصفين، الموضوع ممكن يجي من المرأة، يعني المرأة اللي تبتدي هذا الموضوع على زوج صديقتها، عفوا كيف ممكن الرجال يتصرف؟ هو طبعا يعني هذه الامور الموضوع النظرات موضوع انساني بغض النظر عن نوعيه الجنس، ممكن يصدر من المراه كما يصدر من الرجل ومن الرجل كما يصدر من المراه، فهذا امر طبيعي. أيوه. لكن زي ما قلنا بسبب ربما تشكيله القاعده الثقافيه لدينا، ربما بسبب الهرمونات الرجل ربما مندفع في هذا الامر، وبسبب انه الرجل ده عاده يرغب العديد من الاناث عكس فطره المراه اللي ربما ما ترغب في هذا الامر كثيرا الا صحيح. ما ندر. فبالتالي يعني اذا حصل هذا الامر من المراه اعتقد انه الزوج لابد اذا كان علم بهذا الامر لابد ان يتعامل مع الموضوع بحكمه، واول خطوه يعملها
أنه يراجع حساباته في علاقته الزوجية. ممكن الرجال يتعامل بحكمة؟ في بعض الرجال ممكن، ولا على طول بعض الرجال قد يتعامل بحكمة، وإن كانت الحكمة تختلف من شخص إلى شخص، لكن لابد أن يراجع حساباته في علاقته مع الزوجة. ربما تكون علاقته مع زوجته فيها شيء من الخلل في العلاقة الخاصة أو في العلاقة الرومانسية أو في العاطفة أو في الحنان أو في التواصل أو في طريقة التعامل ككل. هذا إمتى دكتور؟ لو أنه هو حس بالنظرة، إذا حس بأمر من هذا النوع المفروض يراجع حساباته، لأن المرأة في الغالب لا تنظر إلى شخص آخر إلا إذا وجدت أنه الرجل اللي لديها غير كافي أو غير مشبع. أيوة. وكذلك الرجل، لكن الرجل لا، ربما قد يكون في أشياء مشبعة ويبحث عن المزيد، يعني أكيد. فطرة في الرجل ربما وطبيعة إنسانية وربما حتى يعني خارج إطار الإنسانية. هذا عذر تكلمنا عن المملكة الحيوانية ككل، هذا الكلام موجود عذر ليس عذر؟ عذر لا طبعا. احنا قلنا الجانب الأخلاقي. الجانب الأخلاقي لابد أن يؤطر هذا النوع من العلاقات. يعني العلاقات الإنسانية إن لم تحكمها الأخلاق فقدت إنسانيتها بمنتهى البساطة. نعم. صحيح. طيب دكتور، احنا كنا ما زلنا بنتكلم على حكايه انه ردود الافعال والى اخره. طيب زي ما قلنا انه الرجل احيانا يعني انا ابغى وصف بس معلش، يمكن هو شويه صعب. رده فعل الرجل، شعور الرجل، يعني النسبه الاكبر من الرجال احيانا بيخجلوا من نفسهم امام هذا الموقف، واحيانا في نسبه كبيره منهم عادي. تقصدي إذا كان هو صاحب النظرة يعني؟ نعم. وتعرض للإيقاف؟ نعم. نعم. والله يعتمد برضو على المستوى الثقافي والأخلاقي لهذا الرجل وعلى شخصية هذا الرجل. في شخصيات زي ما تفضلتي ما يهمها وربما لا تستحي، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فربما قد يكرر هذا الموضوع على الرغم من محاولات الإيقاف، وعلى الرغم ربما من المرأة اللي تعرضت لهذا الأمر حاولت من إيقافه أو إيقافه بشكل متكرر، لكن لا فائدة. لكن هذا النوع من الرجال أعتقد أنه إذا لم تنفع مع يعني في التعامل معه بالوسائل اللي احنا ذكرناها بعملية أنا الإيقاف، هذه النوعية اللي أنا أسأل أي نعم اللي هي ما بتفرق معاها أي يعني، هذا اللي أنا أبغى أعرفه. هل دولة كيف مفروض تكون الحكمة في التصرف معهم؟ هو إذا جربنا الطرق هذه واستمر في هذا الأمر، في هذه الحالة لا مانع من إدخال جهات أخرى، يعني بس أفضل غير الزوج، لأن الزوج ربما قد صحيح. يؤدي هذا إلى بلبلة أكثر. لكن صحيح. ممكن أخوها مثلا تتحدث مع أخوها تفهمه أنه في أحد الأشخاص من البيئة المحيطة صحيح. مثلا أنه يلقي نظرات أحيانا أو يرمي بنظرات لها مغزى ربما، أنا على الأقل تقول له أنا فهمتها بهذه الطريقة عشان تساعد أحد من جو الأسرة ومن جو البيئة المحيطة يساعدها في اتخاذ القرار السليم، لأنه هي قد تكون فاهمة خطأ أحيانا. صحيح دكتور، إحنا سألناك سؤال شائك جدا بس والله يعني كلنا استفدنا بالإجابة. صحيح. وتشرفنا بوجودك. الشرف لي، وأنا شاكر لكم على الاستضافة، وإن شاء الله التواصل بيننا دائما. إن شاء الله. يعطيك العافية. يعطيك العافية. شكرا دكتوري. ميسا تابعتينا، شفتي حوارنا، سمعتي موضوع كثير مهم. أبعرف منك ميسا، ايش رايك في الرجال اللي عيونهم زايغه؟ انا خليني اقول لدكتور محمد معاكم انه يعني سواء هي عيونها زايغه ولا هو عيونه زايغه، في الاخير يدخل بين البصل وقشرتها متنوبه كل ريحتها، يعني ما لها اي معنى انه انا اروح اوصل لاحد. والله هذا احسن جواب فعلا. نعم، يعطيكم العافيه بنات، اكيد راح يعني نشوفكم ان شاء الله بكره بمواضيع مختلفه. والان احنا راح نكمل من استديوهاتنا في الامارات، لكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد في القسم الأخير من سيدتي، ننطلق به من أكثر الصفحات السعودية نشاطا على موقع تويتر اليوم، ووقفتنا الأولى مخصصة للإبل، حيث ذكرت تقارير إخبارية أنه يمكن للمرأة تقديم طلب للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الإبل، وذلك إذا كانت تمتلك إبلا بمواصفات مميزة ونادرة تصل قيمته إلى 50 مليون ريال كحد أدنى. وتفاعلا مع هذا الخبر أنشأ مغردون هاشتاغ ساخر بعنوان مشاركة المرأة بمزايين الإبل، ومن التغريدات المضحكة التي تم نشرها كانت من محمد فيصل الذي غرد البعير ينافس الخروف لنيل ود المرأة، راحت عليك يا أبو شحن.
ما أعرف إذا تفهموا التغريدات السعودية كتير أو لا، هي بشحن يعني أكيد في كل الدول العربية في جوالات بالشحن، بس أنتوا حاولوا تركبوا الجملة عشان تفهموها. عموما المشاهدين، وقفتنا الثانية على صفحة عائشة على تويتر. عائشة سيدة سعودية من القصيم قررت تحذير النساء من زواج المسيار الذي تسبب في معاناتها، فنشرت عبر صفحتها عقد زواجها، وهو عقد غير رسمي مكتوب بخط اليد يكشف مدى تلاعب طليقها وعدم التزامه بالأنظمة المتبعة في السعودية، رغم أنه إمام مسجد وداعية شهير، ما تسبب في صدمة لكثير من المغردين السعوديين الذين تعرفوا لأول مرة على إحدى طرق التلاعب بأعراض النساء عن طريق عدم توثيق علاقتهم بهن رسميا، وذلك بهدف التخلص منهن في أي وقت وبدون أي التزامات. عائشة لم تكتفي بالتغريدة على تويتر، بل نشرت فيديو لها على يوتيوب شاهده أكثر من 40,000 مشاهد. نتابع. طبعا هنا السك اللي هو بالنسبة لطليقي اللي هو راح أقول مدير مدرسة، رجل مظهره الالتزامي الخارجي ملتزم، ما أدري يعني لا تعليق على الوضع. هذا اللي هو السك الحضانة اللي حكم لي القاضي نفسه في محكمة بريدة، وموجودة قضيتي عنده اللي بيستفسر، أنا ما راح أذكر اسمها. هذا سك الحضانة الأول. هنا التمييز بالرياض ميزوا إنه بنتي لي، هنا تمييز، راحت للتمييز وعلى أساس أخذت حضانتها وخلاص انتهينا. بعد ما استلمت بنتي جاني اللي هو استدعاء من رئيس محاكم القصيم، وأنا ناقشته بهالموضوع وبصراحة عطاني إياها، قال لي إنه أنا يمكنني موقع وأنا ما أدري. عن جد مصيبة إذا كنت بتوقع أوراق وأنت ما تدري وش اللي قدامك. هذا الاستدعاء جايني استدعاء محال من فضيلة الرئيس، جاي من رئيس محاكم القصيم بعد ما استلمت البنت تقريبا كم يوم، يومين تقريبا. الحذر يعني إذا كان مسيار أو غير مسيار لازم الوحدة تكون كتير واعية قبل ما تعمل أي خطوة. والله يعينها عايشة. من بين الأخبار التي خطفت أنظار المغردين اليوم، كان الحكم على رجل أعمال سعودي من قبل محكمة في لندن بدفع لمطلقته 24 مليون ريال وشق 900,000 ريال سنويا مدى الحياة، بعد أن خلص القاضي إلى أن من حقها أن تعيش في مستوى من الرفاهية بسبب ثروة زوجها السابق. هذا الخبر أثار المغردات السعوديات، حيث قالت شروق: لو المحاكم السعودية طبقت الشريعة الإسلامية في حقوق المرأة كما هي لتفوقنا على الغرب. هذا رأي شروق طبعا. إلى موقع يوتيوب، حيث حقق فيديو بعنوان مسلم في صندوق نسبة مشاهدة تخطت 7,000 شخص. في مضمونه قال صاحب الفيديو أن الحلقة موجهة للأجانب بعد أحداث الفيلم المسيء للإسلام، وهدفها تخفيف العدوانية وشرح مبادئ الإسلام. فقط يوتيوب مسلم في صندوق. نتابع. للأسف الجماعة دي بتدي أسوأ صورة للإسلام. من كم بعد اسلاميك تيرور بعد ذم تيرور. What do you know about Islam? Not much actually. What do you know about Islam? Nothing. What do you know about Islam? Well, I've got a few friends. This is the prophet of Islam. His name is Prophet Muhammad. Peace be upon him. He teaches us all these things. Peace, love, friendship. Hope, forgiveness, knowledge, charity. Sympathy. Respect. No killing, none of these things. I'm Muslim. I got you. I wouldn't kill an ant. I would give it, like, sugar and stuff. You know what I'm saying? That's a nice one. You like that one? I got... طرق ابتكار جميلة عموما من الشباب. عموما المشاهدين، انتهينا من تويتر واليوتيوب، راح ناخذكم الآن لأخبار المشاهير ونتعرف فيها اليوم على جديد الفنانة نوال الكويتية ورامي عياش والأعمال الخيرية، ومنى شلبي تقدم رسائل حب جديدة.
نبدأ مع الفنانة نوال الكويتية التي وبعد طول انتظار وانقطاع دام أكثر من عامين وتحديدا بعد ألبومها الأخير نوال 2009 تعود مجددا بألبوم جديد بعنوان نوال 2013. في محبوب الجديد تبغى تعنيني وانا الألبوم الجديد يتضمن 13 عملا غنائيا تعاونت فيها مع نخبة من صناع الأغنية، كما كررت في ألبومها نجاحاتها في تعاونها السابق مع الشاعر تركي والملحن طارق محمد من خلال 3 أعمال. فيما تأتي تجربة التعاون مع الشاعر ساري جديدة والذي كتب لها في هذا الألبوم 3 أعمال، كما تعاونت مع الملحن أحمد الهرمي والملحن الفنان ماجد المهندس. يذكر أن نوال كانت قد صورت منها أغنية ليش على طريقة الفيديو كليب، كما وأصدرت أيضا أغنية خاطري منذ فترة قصيرة كسنجل وحققت انتشارا واسعا. ننتقل إلى الممثلة منى شلبي التي وبعد أن قدمت رسالة حب من مهرجان القاهرة السينمائي ستقدم رسائل حب جديدة ولكن من مكان آخر. من أهم أحلام حياتي في يوم واحد بيتحقق أن أنا أشتغل مع أستاذ داود عبد السيد إن شاء الله فيلم اسمه رسائل الحب. يا رب بإذن الله، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب أبقى قد الثقة لأستاذ داود مدهني إن شاء الله. هذا وكانت الممثلة منى شلبي قد شاركت في مهرجان أبوظبي السينمائي في فيلم بعد الموقعة، فماذا كان تعليق شلبي حول الفيلم؟ احنا مش بنناقش الثوره، لانه الثوره لسه مكمله وشكلها هتقعد كتير جدا، واللي بيحصل ما نقدرش نرصده في فيلم، يعني مش حقيقي. بس هو احنا حاولنا عشان متاثرين باللي بيحصل حقيقي في الشارع ان احنا نعمل بني ادمين. رايحين تضربوا الثوره؟ يعني ايه ثوره يا زهرين؟ فاهمين اللي هيرجع لي مجاني ومجامك. أخيراً ننتقل إلى الفنان رامي عياش الذي شارك من خلال جمعيته عياش الطفولة في افتتاح أول معهد للتعليم الموسيقي المجاني للشباب والشابات بين عمر 12 و 18 عاماً بالتعاون مع جمعيات أخرى. هايدي الالات فور فري، ترانسبورتيشن فور فري، تعليم الأساتذة فور فري، حتى المحل اللي نحن فيه نحن متوكل، يعني نحن متوكل أن ندفع عليه، بس هن الطلاب يتعلموا فور فري. هذا الشيء اللي بسطني وفرحني كتير. يا ريت كان من زمان كان في هيك اشياء، بعتقد كان الموسيقى تعممت بالوطن العربي كله. اليوم عم بتشوفونا ببعقلين، وقريبا انا رح اخذ هالبروجي من بعد ما ضميته لعياش طفولة كمان أني وزعوا على كل الوطن العربي إذا الله راد. يذكر أن جمعية عياش الطفولة تهتم بمساعدة الأطفال في مختلف المجالات وتمنحهم الدعم اللازم لتحقيق أحلامهم. نبقى في عالم المشاهير حيث يجتمع العشرات منهم بعد قليل في البحر الميت في الأردن للمشاركة بحفل تايكي، وهو حفل سنوي يقام للاحتفاء بالأعمال الدرامية والفنية التي قدمت على مدار عام. الأجواء ستتابعون مشاهدين مباشرة عبر روتانا موسيقية أو روتانا موسيقى ابتداء من 9 بتوقيت السعودية. أما الآن لنتذكر سويا بلمحة سريعة من كانوا الفائزين في دورة عام 2010، كون أن دورة عام 2011 تم إلغاؤها نظرا للظروف الأمنية التي مرت بها بعض الدول العربية. نتابع من كان الفائزون في تايكي 2010. حظيت دورة عام 2010 من جائزة تايكي باهتمام إعلامي ضخم بمشاركة نخبة من نجوم العالم العربي. فيما خص التكريمات، منحت جائزة تايكي لمسيرة الحياة لكل من دريد لحام، أطوان كرباج، نادي الجندي، حياة الفهد، عزة العليلي، ونادر عمران. حاز
جائزة قيس الأغنية العربية كاظم الساهر على جائزة أفضل مطرب عربي، فيما حصدت الفنانة إليسا جائزة أفضل مطربة عربية. جمهور عظيم، يعني إنه مثل ما أعرف كيف الجمهور أصبح كيف إنه قدمنا سعادة اللي مقابل هذا تقديره إلي ومحبته ومتابعتي. ما في شك حدث مهم من عماله بيصير لأول مرة بالأردن، حدث جمع نجوم من كل الوطن العربي، أكيد إلى طعمي خاصة أنه أتكرم وأخذ جائزة أفضل مطربة عربية كمان ببلد أنا بحبه، بكن محبة خاصة لشعبه. إلى الدراما، حيث نال نجدة أنزور جائزة أفضل مخرج عربي عن مسلسل ما ملكت أيمانكم، فيما حصلت الممثلة سلافة معمار على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل ما ملكت أيمانكم. حاز مسلسل أهل كايرو على جائزة أفضل مسلسل اجتماعي عربي، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل عربي مناصفة بين الفنان بسام كوسا عن مسلسل وراء الشمس والفنان يحيى الفخراني عن مسلسل شيخ العرب همام. كل التوفيق للمرشحين هذه الليلة للفوز بجائزة تايكي، التي يمكنكم متابعة تفاصيل حفلها مباشرة عند 9 مساء بتوقيت السعودية على قناة روتانا موسيقى. وضمن برنامج سيدتي ترقبوا في الأيام المقبلة لقاءات حصرية من أرض الحدث. مشاهدينا، وصلنا لختام لقائنا اليوم، غدا لقاء جديد بإذن الله من جدة والرياض وستديوهاتنا في الإمارات. تصبحون على خير، إلى اللقاء.